بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. يا اهلي يا انت مصدر السعاده في الحياه، جمهور الاهلي في حته تانيه، جمهور الاهلي عاشق للكيان، جمهور الاهلي في كل مكان، جمهور الاهلي رمز الانتماء، جمهور الاهلي سر النجاحات، جمهور الاهلي في المدرج مش بيهرج ومش بيخاف. الاهلي احلى حاجه في حياتنا، والاهلي هو ماركه مسجله، الاهلي علامه مميزه في حياه كل الاهلاويه، وانت في الاهلي دايما بتشعر ان وراك ظهر وسند حقيقي، بيكون وراك عيله ومش اي عيله، دي عيله الاهلي. وانت في الاهلي اي لاعب بيكون موجود بيشعر بانه لاعب مختلف عن اي لاعب في اي مكان تاني، لما تسمع دايما اسم الاهلي تلاقي ايضا شعور مختلف، فعلا الاهلي بيرجح كفه اي لاعب. الاهلي ميزه حلوه في حياتنا وسيظل دائما كل حاجه حلوه في حياتنا. وبمناسبه ان احنا بنتكلم عن الجمهور، الحقيقه في موضوع اصبح دمه تقيل، يعني في نفس الوقت هو موضوع مضحك. يعني ايه؟ دايما تلاقي ده يتقال لك على النادي الاهلي او يتقال على النادي الاهلي ان النادي الاهلي هو كل الأهلوية عارفين هذا الكلام، وكل من أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي الكويسين عارفين إن الكلام اللي إحنا بنقوله ده حقيقي، إن النادي الأهلي لما بنيجي نقول إن النادي الأهلي مثلا في مصر من يشجع النادي الأهلي حوالي من 70 ل 80 مليون أهلاوي، فالناس بتقول أنتوا ليه، هل أنتوا عديتوا الأسماء أو عديتوا الناس اللي بتشجع النادي الأهلي؟ آه إحنا مش عديناهم، لكن إحنا هناك بعض الإحصائيات الخاصة بهذا الأمر اللي دايما بنكون إحنا كأهلوية لما بنيجي نتكلم دايما بنبص للأرقام والإحصائيات، ما بنتكلمش أي كلام وخلاص، مش زي البعض اللي دايما يطلع يقولك إيه مش عارف إيه والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي. لكن أنت في النادي الأهلي لما بتيجي تتكلم في أي موضوع، بالمناسبة مش في موضوع ده بس، في أي موضوع لما باجي أكلم حضراتكم بوريكم يا إما فيديو للموضوع يا إما أرقام للموضوع، أي حاجة تخليني أو تخلي حضراتكم تبقوا مقتنعين بالكلام. فإحنا دايما لما بنيجي نتكلم في هذا الموضوع، يعني كذا حد كلمني النهاردة عشان كده أنا بفتح الموضوع ده، لما بنيجي نتكلم في الموضوع ده إحنا بنتكلم عن إحصائيات. آخر إحصائية موجودة قدامنا أن النادي الأهلي أو مشجعين النادي الأهلي 72% من مشجعين الكرة في مصر. طيب لو قلنا ان مشجعين الكرة في مصر او مصر دلوقتي تقريبا داخلين في 104-105 مليون، لو جبنا ال 72% منهم يعني حوالي 72-73 من 72 ل 75 مليون اهلاوي، يبقى انا لما اجي اتكلم مع حضرتك او لما اجي اتكلم مع اي حد ما بيشجعش النادي الاهلي هقول له هذا الكلام، ما بقولوش كلام من دماغي، يعني انا ما نزلتش عديت كام واحد اهلاوي. احنا دلوقتي لو احنا في اي مكان، اي مكان في 10 افراد، لما بنيجي نسال الافراد دول انتوا اهلاويه ولا بتشجعوا نادي تاني، 7 منهم بيقولوا ان احنا اهلاويه. هذه هي الحقيقه بالمناسبه يعني. فاذا كنت حضرتك عايز تطلع عشان تضحك وتهزر ما عنديش مشكلة، أنا ممكن أطلع أضحك وأهزر وأعمل وأقول كل الكلام وأقول نكت كمان لو أنتوا يعني البعض حابب يعني، لكن أنا في النهاية لما باجي أطلع أنا بطلع قدام الناس أو قدام جمهور بيتفرج على شاشة محترمة، شاشة قناة النادي الأهلي شاشة محترمة، شاشة محترمة، كل شوية هقول هذه الكلمة وكل يوم هقول هذه الكلمة. فهتلاقي فمثلا يعني ممكن حضرتك وزوجتك وأولادك تكونوا أهلوية فتكونوا قاعدين بتتفرجوا على قناة النادي الأهلي، عمركم أنت كرب أسرة يعني عمرك ما هتقول لمراتك أو لولادك قوموا من قدام شاشة قناة النادي الأهلي. ليه؟ لأن أنت متأكد أن هناك أخلاق ومبادئ وتقاليد إحنا بنمشي عليها، أخلاق ومبادئ وتقاليد النادي الأهلي بيمشي عليها، فالنادي الأهلي إحنا بنمشي على سياسات النادي الأهلي، وبالتالي عمرك عمرك كرب أسرة ما هتقول لعيالك أو لأولادك قوموا من قدام الشاشة دي مثلا عشان إسلام هيطلع يشتم مثلا يعني، أو إسلام هيطلع يقول كلام ما يصحش إن أنتوا تسمعوه. أبدا، حضرتك رب أسرة قاعد بتفرج على البيت الكبير عارف إن في
معلومه كويسه، او عارف ان بلاش معلومه كويسه، عارف ان في كلام محترم هيطلع، عمر ما هتلاقي حاجه غير محترمه بتطلع من هذه الشاشه. عشان كده لما باجي اتكلم مع حضراتكم دايما بتكلم وانا مطمن وانا مستريح. يعني العلاقه اللي موجوده ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين قناته وما بين اعلامه بشكل عام هي علاقه مريحه. جمهور النادي الاهلي يعلم تماما ان اعلام النادي الاهلي بيمشي على نفس المستوى ونفس المبادئ ونفس الاخلاق. فعمرك رب اسره، هقولها تاني وانا اسف ان انا بكررها، ما هتقول لحد من ولادك يعني، وحضرتك قاعد بتتفرج على ملك وكتابه من شويه، حضرتك كرب اسره شعرت ان انت في وقت من الاوقات كنت عايز تقول لولادك قوموا؟ عمرها ما حصلت. عمرها ما حصلت على مدار عدد حلقات ملك وكتابه، على الرغم من ان ملك وكتابه برنامج بيرد بشكل كبير على كل ما يحدث خارج ضد النادي الاهلي. ولكن عمرك كرب اسره ما تقول لولادك قوموا من قدام ملك وكتابه. هل حضرتك تقدر او كرب اسره قلت لاولادك في يوم من الايام قوموا من قدام برنامج السادسه مثلا اللي بيجيب لنا كل الناس من بره مصر علشان يقولوا لنا يتكلموا عن النادي الاهلي ويتكلموا عن المنافسات العالميه؟ حضرتك ما اعتقدش ان في رب اسره بيعمل هذا الكلام، لانه متاكد وعارف مليون في الميه ان هذا البرنامج او ذاك او ذات البرنامج او البرنامج الاخر ما فيهوش اي كلمه هتطلع تخليك محرج وانت قاعد في وسط اولادك. لأن قناة النادي الأهلي بتقدم إعلام محترم، بتقدم ننتقد بعض ماشي، ممكن تقول أصل إسلام بيطول بيتكلم كتير بيعمل مش عارف إيه، مفيش مشكلة ده نقدر نظبطه، لكن إن أنت تقول لأولادك قوموا عمرها ما حصلت، ولا عمرها هتحصل، أنا أوعد حضراتكم إن عمرها ما هتحصل، لأنه سياسة النادي الأهلي أخلاق مبادئ تطوير. إمبارح شفنا التطوير. امبارح شفنا التطوير في ملف القاهرة الجديدة، المقر الرابع اللي بيتفتح في القاهرة الجديدة بعد المقر بتاع الجزيرة والمقر بتاع مدينة نصر والمقر بتاع الشيخ زايد. حضرتك دلوقتي في القاهرة الجديدة في مقر جديد بيتفتح، امتى هيتفتح؟ ان شاء الله سوف يتم الإعلان خلال الأيام اللي جاية، عشان برضو الموضوع ده دخل فيه بعض المنافسين عشان يتكلموا في بعض الامور. لكن انا برضو لو حبيت ان انا اشرح لحضراتكم حاجات لازم اشرحها لحضراتكم، بس مش وقته دلوقتي. لكن دايما اللي عايز يتفرج على قناه محترمه وبتديك او بنحاول ندي لحضرتك المعلومه صحيحه طالما عارفينها بنقولها، فاتفرج على قناه النادي الاهلي، لانه في النهايه زي ما حضراتكم شايفين هناك قنوات كثيره جدا والمنافسه كبيره جدا، ولكن الاحترام والأخلاق والمبادئ هي اللي دايما بتكسب، وهو ده الأسلوب اللي هتفضل قناة النادي الأهلي بتمشي بيه، وهو ده الأسلوب اللي هتفضل قناة الأهلي أعتقد إعلام الأهلي كاملا هيفضل ماشي بيه طول عمره مهما كانت الضغوطات ومهما كانت الأمور. فمثلا نرجع مرة تانية لموضوع عدد الجماهير، ف أحد المنافسين بيثير هذا الموضوع ودايما وبيجاوبوا مع نفسه. والله دايما كده تلاقيه يقول لك يقولوا أصل النادي الأهلي ده مش عارف 70 80 مليون أهلاوي. يا جماعة الشعبية ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني واضحة، كل الدراسات اللي تم إجراءها من الشركات المتخصصة أكدت إن الأهلي في حتة تانية. 70 75 مليون اهلاوي، مش هنقول 80 دي لسه ما وصلناهاش، لكن هنقول من 70 ل 75 مليون اهلاوي لابد ان نعترف بهذا الكلام، امر قائم على دراسه، بلاش نجادل فيه لانه ده الواقع. طيب قامت بعض البرامج نقلت الموضوع للخليج، كل شويه اصل شعبيه النادي الفلاني اكتر من شعبيه النادي الاهلي في الامارات، وشعبيه النادي الفلعلاني اكتر من شعبيه النادي الاهلي في الكويت، وشعبيه النادي ادينا شفنا في الكويت ايه اللي حصل، شفنا في الامارات ايه اللي حصل، شفنا في قطر قبل كده ايه اللي حصل. فوقت مباراه المنتخب امام بلجيكا كانوا بيقولوا نفس الكلام في الكويت مثلا. ف دي صوره يعني مهمه جدا، ده
مدرج نادي الزمالك في مباراه الاهلي والزمالك في السوبر، شايفين عدد الاحمر اللي موجود في المدرجات البيضاء قد ايه؟ ده في المدرجات البيضاء، مدرجات نادي الزمالك. فالمهم يعني انا مش هتكلم، هو الصوره واضحه يعني. لكن اللي بقوله لحضراتكم ايه؟ انه في النهايه مش من المفترض ان انا اتكلم في مثل هذه الامور، مش من المفترض ان انا اتكلم زي في هذه الامور. انا من المفترض ان انا اتكلم في مقر القاهره الجديده، ايه اللي بيحصل فيه زي ما شفنا امبارح، الانشاءات الرائعه والحاجات الرائعه اللي بتحصل فيه، وان شاء الله الافتتاح هيبقى امتى، واللي حصل ايه، والدنيا ماشيه ازاي. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، التطوير الدائم اللي بيحصل في البنيه التحتيه جوه النادي الاهلي، في كل مقرات النادي الاهلي. وبعدين دايما لما باجي نرد او لما بنيجي نرد هنا من خلال البيت الكبير، بنرد ازاي؟ عملي عملي. دي صورة مدرج النادي الاهلي في نفس المباراة، شايفين الاعداد تقريبا ما فيش ابيض خالص. مش قصدي حاجة، ولكن الوضع واضح والصور واضحة، لو تقدر تقسمها فاعملها. فأنا الحقيقة الوضع واضح جدا بالنسبة لي ومش محتاج إن أنا أتكلم فيه، ولكن أنا بس حبيت إن أنا أتكلم فيه لأنه دايما بيتم رمي هذا الموضوع كل شوية، في ظل إن إحنا بقى الدنيا فاضية اليومين دول وكأس العالم والكلام ده كله. لكن إحنا عمرنا إحنا دايما مخصصين الساعة الأولانية دي للنادي الأهلي، وبعد كده هنتكلم إن شاء الله عن كواليس كأس العالم زي ما حضراتكم متعودين معانا، أو زي ما هتتعودوا بقى معانا خلال الفترة اللي جاية. كل حاجة عايزين تعرفوها عن يوم النهاردة، كانت في مباراة امبارح، مباراة الافتتاح، النهاردة ثلاث مباريات ابتداء من غدا من الساعة 12 الظهر، في أربع مباريات هنقول لكم على هذه المباريات. ولكن الساعة الأولانية دايما بنتكلم عن النادي الأهلي، وزي ما حضراتكم شايفين أهو مش أنا اللي هتكلم، مباراة واحدة والاحمر يعني مدرجات الابيض بتكتسي بالاحمر حتى. وده عادي على فكره، انا ما عنديش مشكله في هذا الكلام، ولكن انا بس حبيت ان انا ارد وارد دايما عملي. امبارح لما جينا نتكلم عن الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اتكلمنا عملي. النهارده لما جينا نتكلم عن الوضع اللي بيحصل احنا دايما بنتكلم عملي. شفتوا اللي بيحصل في الكويت مع النادي الاهلي؟ اديكم بتشوفوا. اي حد عايز يلعب على وتر الجماهير مش هيكسب، مش هيعرف يكسب، لانه وتر الجماهير معروف ان الجماهير الاكثر شعبيه هي جماهير النادي الاهلي، لانه الاكثر بطولات في افريقيا والاكثر بطولات. يعني لما تروح اي حته في افريقيا هيقول لك النادي الاهلي، لما تروح اي حته في الخليج يقول لك النادي الاهلي. وبعدين ما تخلي كل واحد يتكلم عن النادي بتاعه، يعني انا نفسي اطلع حلقه اقعد اتكلم عن النادي الاهلي فقط، زي ما انا بعمل كده، انا دايما بعمل هذا الكلام، اطلع اتكلم عن النادي الاهلي، استعدادات النادي الاهلي، النادي الاهلي هيعمل ايه خلال الفتره اللي جايه. مش عايزين نقعد نجيب كل شويه برامج الاخرى سيره النادي الاهلي وابنائه، لان النادي الاهلي وابنائه عندهم ثقه كبيره جدا في نفسهم وفي شعبيتهم الكبيره جدا، مش محتاجين ان احنا نثبت هذا الكلام او نتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى. فأتمنى إن شاء الله أن الأمور دي يعني تنتهي، لأنه في النهاية معروف من هو النادي الأهلي وشعبية النادي الأهلي في أي مكان، مش في مصر بس، ولكن على مدار التاريخ من 1907 وحتى الآن معروف أن النادي الأهلي هو النادي الأكثر جماهيرية في أي وضع وفي أي شيء. خلونا بقى نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن أخبارنا وأخبار البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلونا نروح لقطر وزميلنا الصحفي الأستاذ حسام نبوي، طبعا الصحفي بجريدة الراية القطرية. أستاذ حسام إزاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك كابتن اسلام؟ تحياتي ليك وللساده المشاهدين الافاضل. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ حسام، اولا امبارح كان يوم او كان بدايه كاس العالم، امبارح شفنا افتتاح رائع جدا، ولكن المباراه اذا كنا هنتكلم فنيا الاول طمنا على الافتتاح وامور الافتتاح، اعتقد الاجواء كانت رائعه وعيشنا في الاجواء هناك. طبعا الاجواء كانت رائعه، الكل شاهدها خلف الشاشات، ملايين بل المليارات حول العالم شاهدوا الافتتاح التاريخي.
احنا بقى الوضع كان مختلف جدا داخل الملعب، اجواء اكثر من رائعه فعلا، الكل استمتع. قطر قدمت صوره مبهره وقدمت حفل افتتاح اسطوري تاريخي من وجهه نظري، شمل العديد من الثقافات، مزج بين الثقافه العربيه والثقافه الغربيه. لاول مره نشوف ايات من الذكر الحكيم القران الكريم يتلى في افتتاح كاس العالم، كان في رسائل كثيره مهمه جدا في كاس العالم في حفل الافتتاح، قدرت قطر انها توصلها لكل العالم. فالحفل الافتتاح كان رائع جدا، لدرجه ان الهدايا اللي كانت بتتوزع على الجماهير يا كابتن اسلام، تخيل 67 ألف مشجع في الاستاد كلهم حصلوا على هدايا عباره عن حاجات من الثقافه العربيه، مسك وعود وعنبر وشال عربي، كلها حاجات ذكرى جميله للجماهير الاجنبيه اللي حضرت الافتتاح. طيب ردود الافعال ايضا قبل بس ما نتكلم، ردود الافعال وحضرتك كنت متواجد في الاستاد على الجانب الاجنبي اللي هو مش العرب، يعني ردود افعالهم ايه على ما حدث امبارح؟ هم كانوا منبهرين جدا وسعداء بالاجواء، وخاصه الجماهير الاكوادوريه، لانها كانت ليله سعيده بالنسبه لهم برضه. طبعا انهم يحققوا الفوز، قدروا انهم يحققوا الفوز على البلد المستضيف لاول مره في تاريخ المونديال، يعني من اول انطلاق المونديال للنهارده البلد المستضيف عمره ما خسر في مباراته الافتتاحيه، قدر المنتخب الاكوادوري ان هو يكسر ده. الجماهير الاجنبيه بشكل عام في الشوارع في مناطق الفعاليات سعيده جدا بالاجواء، لان الوضع مختلف بالنسبه لهم، اول مره يمشوا يعني يشوفوا الثقافه، يشوفوا اللبس العربي ده، يشوفوا لدرجه يعني في الشوارع القطريين بيقدموا لهم تمور وقهوه عربي وحاجات غريبه عليهم بشكل كبير جدا. خلي بالك هم مش متعودين على كده، هم متعودين على حاجات اخرى. متعودين على كده، مش متعودين على كده فعلا، فالاجواء بالنسبه لهم مختلفه، وردود الافعال بالنسبه لهم الصراحه الجماهير مبسوطه جدا، لدرجه بعض الجماهير بتلبس شال وغطره وعقال في الشارع اللبس العربي ده. ايوه، فالاجواء اجواء مونديالية جيده جدا يا كابتن اسلام هنا في الدوحه الصراحه. طيب لو رحنا بقى للجانب الفني، امبارح في مباراه الامس كثير من المتابعين للمنتخب القطري شايفين ان كان من الممكن افضل مما كان بكتير في هذه المباراه، لانه هذا المنتخب صرف عليه اولا مبالغ كبيره جدا، ثانيا ان هو منتخب قطر كان يعني من هم صغيرين موجودين مع بعض باستثناء طبعا المجنسين، فبالتالي لما تيجي تتكلم عن نتيجه المباراه ما فيش مشكله اننا اتغلب 2-0، ولكن ان يظهر المنتخب بهذا الشكل السيء جدا فنيا، اعتقد هو ده اللي كان مشكله كبيره جدا. فعلا هي كانت مفاجأة حفل الافتتاح، المستوى السيء للمنتخب القطري في المباراة كان، وده مثل صدمة للشارع الرياضي القطري بكل تأكيد، وهناك ردود أفعال غير جيدة جدا على أداء المنتخب، لأن زي ما أنت قلت تم توفير لبن العصفور لو نقدر نقول. صحيح. المنتخب القطري يعني والجيل ده بالذات يعتبر أفضل جيل في الكرة القطرية، جيل نعم. فاز بكأس آسيا تحت كأس آسيا مظبوط، فاز كاس اسيا كبير، المنتخب ده مع المدرب بتاعه هو فايز معاه بالبطولتين، معاه بقاله 6 سنين، شاركوا في جميع بطولات ممكن تتخيلها، لعبوا جميع الفرق في جميع القارات، كوبا امريكا، تصفيات الكاس الذهبيه، تصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم شاركوا فيها، بطوله العرب كاس العرب كمان لعبوا منتخبات افريقيه فيها زي الجزائر ومصر، يعني لعبوا على مستوى عالي وعشرات المباريات الوديه، لدرجه ان ما فيش منتخب من المنتخبات ال 32 المشارك في المونديال عمل معسكرات خارجيه في الفتره الاخيره زي منتخب قطر. صحيح. قطر من شهر 6 تم تفريغ اللعيبه لمعسكرات خارجيه وما لعبوش مباريات الدوري مع انديتهم. يعني بقى لهم دلوقتي 5 6 شهور في اوروبا ما بين اسبانيا للنمسا بيخوضوا مباريات تجريبيه وبطولات وديه معلنه وغير معلنه لتجهيزهم لهذه المباراه، ولكن انا بعتبرها السبب الرئيسي هو رهبه المونديال، الجيل اللعيبه كان عندهم رهبه، العالم كله بيتوجه اليهم، انظاره بتتوجه اليهم، كل الناس في المدرجات على مستوى عالي، اللعيبه ما قدرتش تتعامل مع الموقف ذهنيا ونفسيا بشكل جيد، لان المنتخب القطري عنده مستوى افضل من كده بكتير جدا جدا جدا، ولكنه وضع نفسه في مأزق، وضع نفسه في موقف صعب بالخساره في مجموعته، خاصه بعد خساره السنغال النهارده من هولندا ب 2-0. المباراة الجاية يوم الجمعة مع السنغال هتكون مباراة مصيرية حياة أو موت للفرقتين، خاصة إن الإكوادور هتلاعب هولندا والاثنين فايزين 2-0، فحسابات المجموعة صعبة جدا على المنتخب القطري، لكن المنتخب القطري هو عنده مستوى أفضل، فده اللي مزعل الناس في قطر أكتر من المنتخب ومن اللعيبة.
طيب هل من الممكن ان يكون، يعني انا مش عارف اقول ايه، انا متاكد انه طبعا لن يكون هناك تغيير للمدير الفني دلوقتي، لانه الكثير والكثير بيلقي باسهم النقد على المدير الفني، لانه شايفين ان هو الاربع خمس شهور من ضمن الحاجات او من ضمن الانتقادات اللي بتتقال ان الاربع خمس شهور الاخيره ما قبل المونديال ما كان يجب ان هو يعمل لهم معسكر بهذا الشكل، ده من ضمن الانتقادات اللي بتتقال. هي كانت استراتيجيه وتم الاعلان عنها، اسمها الاستراتيجيه الجديده، معلنه من قبل الاتحاد القطري لكره القدم ومن قبل مؤسسه دوري نجوم قطر برؤيه فنيه لخبراء اجانب كمان، مش فيليكس سانشيز وحده هو اللي وضع خطه الاعداد، ده مستعينين بخبراء لوضع خطه الاعداد، فهم فكرهم ان هو ده هيوصلهم لافضل جاهزيه قبل المونديال. نعم. ولكن الوضع انقلب تماما وانعكس تماما حقيقي. على اداء اللاعبين في الملعب، الاداء اللعيبه نفسهم، اللعيبه مش في مستواهم، كل اكرم عفيف افضل لاعب في اسيا، سعد الشيب ده واخد افضل حارس في كاس اسيا 2019، صحيح، ظهر مهزوز جدا مهزوز جدا منذ بدايه المباراه، من افضل الحراس في قطر، معز علي هداف كاس اسيا وهداف كوبا امريكا وهداف تصفيات اوروبيه، اللاعب الوحيد اللي في العالم اللي سجل في اربع قارات مختلفه، ما كانش موجود في المباراه اول امس، فاللعيبه بشكل عام الفريق ككل مستوى من اللعيبه نفسهم لم يظهروا روح قتاليه ولم يظهروا رغبه في الفوز، وادائهم ما كانش على المستوى المطلوب، هو يتحملها فيليكس سانشيز من ناحيه واللعيبه تتحملها ايضا من ناحيه من ثانيه. جانب اخر. فانا ما اعتقدش ان فيليكس سانشيز هيكون كبش الفداء ويتم الاطاحه بيه دلوقتي، الوضع الامور بتتخذ بشكل اخر، هم هنا مش طالبين ان احنا ننافس على كاس طبعا، عالم، ولكن هم الشكل طالبين، العام مظبوط، هم طالبين الشكل العام، صحيح الشكل العام والاداء يكون افضل من بقول لحضرتك، واحنا قاعدين يعني كمتابعين للمنتخب القطري خلال الفتره الاخيره واستعداداته، لا احنا كنا انا شخصيا كنت متخيل ان يكون هناك شكل على الاقل، حتى التنظيم، حتى وانت واقف، حتى وانت يعني، لا المنتخب الاكوادوري بان قوي جدا، هو منتخب قوي طبعا وكل حاجه، ولكن هو منتخب هو قوي فعلا، جدا وكل حاجه، ولكن بان قوي جدا 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 لانه المنتخب القطري كان ضعيفا جدا جدا جدا، يعني قول جدا بقى على قد ما تقدر يعني، اللعيبه كانت تايهه يا كابتن اسلام في الملعب، حقيقي ترابط بين الخطوط، مفيش حقيقي، انسجام، في اخطاء، في ثغرات خلف الدفاع، في اهتزاز من حارس المرمى، استغل ده جيدا المنتخب الاكوادوري وسجل 3 اهداف في نص ساعه، اول 3 دقائق كان هدف تم الغائه بعد الرجوع لتقنيه الفار وتقنيه النصف آليه اللي اول مره يتم استخدامها في مباريات كاس العالم، نعم يعني بتتحسب الكره بالسنتي، الكره نفسها في 12 كاميرا بتصور من قلب صحيح. الملعب الكره صحيح. نفسها عدت ازاي، فدي تقنيه جديده جدا بتدي القرار صحيح للحكم، نعم، وبعد كده جاب كمان هدفين في الدقيقه 31 كان الهدف الثالث، لا وخلي بالك المباراه في الشوط الثاني كمان كنت بتتكلم على ان هي لعب تجاري، يعني الاكوادور منتخب الاكوادور خلاص بيلعب لعب تجاري، هو يعني بيراقب شاف نفسه بقى ايه، مع رجع لورا ومنتخب قطر مسك كوره نوعا ما، ولكن كله بدون اي بدون خطوره، فعاليه بدون زي ما فاعليه. طيب بدون فعاليه. خلينا نروح بقى للمنتخبات العربيه، المنتخبات العربيه اعتقد لها وجود الجمهور العربي في المدرجات اعتقد هيفرق كتير جدا مع المنتخبات العربيه يا استاذ حسام. بكل تاكيد قرب المسافه يا كابتن اسلام له عامل كبير جدا، يعني احنا اليوم طول النهار الجماهير السعودية تتوافد بكثرة على الدوحة عشان مباراة السعودية والأرجنتين بكرة، مباراة تاريخية، مباراة مهمة طبعا، جدا. هي الناس راح تتفرج، هي بيني وبينك يا استاذ حسام الناس راح تتفرج طبعا على المنتخب السعودي، السعوديين، لكن راح يتفرجوا على ميسي طبعا اكتر. بس الجماهير السعودية زي المصريين كده لا عاشقين اكتر الكورة على فكرة، ما احنا عاشقين للمنتخب، بس لو المنتخب مصر بيلعب منتخب الأرجنتين انا طبعا عايز، انا بشجع بلدي وكل حاجة، بس عايز اروح اشوف ميسي. وميسي من سوء حظ السعوديه انهم وقعوا مع الارجنتين في اول مباراه، لو فايق جامد جدا، وخلي بالك فايق وفايق كمان ميسي، فايق كمان، فدي و36 ماتش ما خسروش، حقيقي ميسي دي اخر بطوله ليه، اخر كاس صحيح، عالم ليه، حياه او موت، يعني هيتوج مشواره الباهر ده واللامع ده لازم يتوجه بحاجه كبيره، فهو هيقاتل في قياده المنتخب الارجنتيني ان هو يحقق المنافسه على كاس العالم، هو مش جاي بس ان يقدم صحيح مباراه كويسه، صحيح. فالمنتخبات العربيه انا شايف المنتخبات العربيه كلها كابتن اسلام حظوظها قائمه ولكنها وقعت في مجموعات صعبه جدا، صعبه يعني للاسف.
المنتخب المغربي هو افضلهم مقارنه عطفا على الاسماء يعني واللاعبين المحترفين اللي فيه، ولكنه وقع في مجموعه فيها كرواتيا وبلجيكا ثاني وثالث كاس العالم 2018. مظبوط. وكندا فريق جاي من بعيد، فريق بيجهز لكاس العالم الجاي هتبقى في كندا والمكسيك وامريكا، فده فريق برضه مش سهل معاهم في المجموعه. المنتخب التونسي كمان عنده مباريات صعبه جدا برضه مع فرنسا حامل اللقب ومع صحيح. الدنمارك، فريق منظم وفريق عنده امكانيات جيده. فانا شايف وقطر وقعت مع مجموعه الاكوادور فشلت انها تحقق نتيجه في اول مباراه ليها، والسعوديه مع الارجنتين والمكسيك وبولندا. فانا شايف ان حظوظ المنتخبات العربيه قائمه ولكن مهمتها صعبه، هتتسلح المنتخبات العربيه بحضور الجماهيري. صحيح. الحضور الجماهيري المفروض يكون له دور كبير جدا انهم يقدموا اداء افضل من ان كانت البطوله تقام في منطقه اخرى. دلوقتي صحيح. المدرجات هتكون الغلبه للجماهير العربيه في الماتشات دي يا كابتن اسلام، هيكون في جماهير عربيه كتير هتيجي، وده ما كانش متاح ليهم في البطولات اللي قبل كده سواء جنوب افريقيا او امريكا او اليابان او فالبطوله السنه دي مميزه جدا بصبغه عربيه وبطابع عربي نقدر نقول يعني. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لكل المنتخبات العربية. أنا بشكرك جدا يا أستاذ حسام على تواجدك معنا، الأستاذ حسام نبوي الصحفي بجريدة الراية القطرية. طبعا يعني بنطمن على كل الأجواء أو بنعرف كل الأجواء اللي موجودة في قطر زي ما حضراتكم شايفين، كلام مهم جدا اتقال وكلام فيما يخص المنتخب القطري وبقية المنتخبات العربية. خلينا بقى نروح لأخبارنا علشان برضو نطمن على فريق النادي الأهلي. النهاردة الفريق الأول، طيب بما أننا بنتكلم الأول، أو كان الأستاذ حسام الحقيقة هما بيفكروني دلوقتي أن الأستاذ حسام كان بيتكلم عن المنتخب التونسي وعن كابتن علي معلول. النهاردة فيديو رائع، فيديو إن دل فيدل على احترام وحب كبير لهذا النجم الكبير. من مين؟ من كل نجوم النادي الأهلي. كل نجوم النادي الأهلي اتجمعوا النهاردة على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي والكل بيدعم علي معلول. تعالوا نروح نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم الأخبار. علي معلول برشا برشا يا بجد. علي معلول جوك باهي، ولدنا باهي يا معلول. علي معلول رجل. لاباس عليك يا علي، لاباس. علي يا علي دلع يا علي، علي يا علي دلع يا علي. علي معلول صفاء. علي معلول الجمعيه الاهلاويه كلها معاك. علي معلول سيبو. علي معلول عايشه. علي معلول ميير ارنير بوش دي مون بون شانس. علي معلول الملاعبيه الاهلاويه معاك. وي علي وي مين. يعني فيديو رائع جدا لكل نجوم النادي الاهلي بتدعم علي معلول في مباراته ان شاء الله اللي هتبقى بكره زي ما حضراتكم عارفين بالليل ان شاء الله. الجزء الاخير من هذه الحلقه هيكون معانا كل المباريات اللي اتلعبت النهارده وكل المباريات اللي هتتلعب بكره ان شاء الله في الجزء الاخير الخاص بكواليس المونديال. فريق النادي الاهلي الاول بيستأنف تدريباته استعدادا للمقاولون العرب. استأنف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته النهارده الصبح على ملعب مختار التتش بالجزيره بعد انتهاء الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللاعبين لمده 24 ساعه. اللعيبة خاضت تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال قبل انطلاق فقرات التمرين الجماعي. مارسيل كولر اجتمع باللاعبين قبل بداية المران واتكلم معاهم عن استعداداته أو الاستعدادات خلال المرحلة القادمة لمباراة المقاولون العرب وما بعد مباراة المقاولون العرب. جمل فنية محددة اتكلم فيها وأيضا اتمرنوا عليها النهاردة. وقبل ما يختتم كولر فقرات التمرين بتقسيمة قوية ضمت ثلاث فرق بمشاركة جميع اللاعبين. طبعا كل اللاعبين متواجدين الآن لأنه باستثناء طبعا علي معلول، لأن علي معلول اللي هو الوحيد اللي منضم لمنتخب أو المنتخب التونسي بيلعب في كأس العالم، وبالتالي علي معلول متواجد وزي ما حضراتكم شفتوا رسالة دعم من كل اللاعبين لنجم النادي الأهلي كابتن علي معلول. وانتظم أيضا اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية، والجهاز الفني حدد للاعبين الدوليين تمرين استشفائي وبرنامج بدني للتخلص من الإجهاد بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأخير.
طيب طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه. النهارده في وفد اتحاد كره القدم بيحضر اجتماع كونجرس الفيفا. حضر النهارده وفد الاتحاد المصري لكره القدم بقياده الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد وبصحبته الاستاذ خالد الدرندلي نائب الرئيس والاستاذ عامر حسين عضو المجلس. الاجتماع الثاني للكونجرس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بالعاصمه القطريه الدوحه. طبعا ده كله على هامش منافسات كأس العالم. النهاردة أيضا سيدات طائرة الأهلي بيفوز على أصحاب الجياد في الدوري العام لكرة الطائرة. سلامات طبعا للمقاتل حمدي فتحي بيخوض برنامج بدني وتأهيلي منفرد بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني. حمدي فتحي جوكر القلعة الحمراء، حمدي فتحي صاحب الثلاث رئات زي ما كل جمهور النادي الأهلي يحب يقول عليه. حمدي فتحي لاعب من طراز فريد، كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات القلعة الحمراء، فمنذ أن انضم للأهلي في 13 يناير 2019 ونجح في الحصول على ثقة كل المدربين وأيضا جماهير النادي الأهلي. حمدي فتحي توج مع النادي الأهلي بثمان بطولات ونجح في حصد برونزيتين في مونديال الأندية. حمدي فتحي المقاتل الشرس. يستحق الحقيقة حمدي فتحي هذا اللقب اللي كل جمهور النادي الأهلي بيحبه، يحب ينده بيه، حمدي فتحي وهو المقاتل الشرس. دلوقتي وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطل فقرتنا النهاردة كابتن مصطفى فاضل. كابتن مصطفى فاضل أسطورة من أساطير كرة اليد في النادي الأهلي، بدأ مع القلعة الحمراء موسم 62 وحتى موسم 74، حقق العديد من البطولات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، وحصل على أحسن لاعب وأحسن وينج في مصر لكرة اليد. كابتن مصطفى فاضل الجناح الطائر كمان حصل على جائزة اللاعب المثالي في النادي الأهلي عام 1973. هنشوف صنع في الأهلي والبطل مصطفى فاضل، وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل فقرتنا الأولى. النجم الكبير كابتن أحمد فوزي هيكون معايا ضيف في الفقرة الأولى في البيت الكبير، ولكن بعد ما نشوف كابتن مصطفى فاضل في صنع في الأهلي وفاصل، وبعد الفاصل كابتن أحمد فوزي. أنا بدأت في النادي الأهلي من سنة 62 لأن كان أساساً عمي هنا كان لعيب كورة، عم عثمان السركي، لعيب القدام قوي يعني، وبرضو ابن خالتي كان لعيب كرة يد هنا في الفرقة، وأنا لسه كنت طالع من ابتدائي يعني أولى إعدادي، فجيت وانضميت مع فرقة النادي الأهلي بتاعت الناشئين، لأن أنا من صغري كان جنبينا نادي السيدة، فكنت من صغري ان انا اعتبر ان انا زي ما اتولدت جوه نادي السيدة، فلعبت كل الالعاب سلة وطايرة، حتى في ابتدائي انا كنت كابتن فريق الكرة الطايرة في ابتدائي، وكنت بلعب على القوة، فمن صغري ان انا يعني الرياضة دي كانت اساسا في دمي. فلما جيت النادي الاهلي كانت سهل المعاملة ان انا متشبع باللعب، دخلت موجود وعمي موجود، فكان الروح بتاعتي والفرقة كلها كانت روحها جميلة جدا جدا جدا. فنعتبر ان احنا كنا وكابتن طارق نسيم كنا نعتبر فرقة لسه صغيرين، وبدايتنا كانت 12 سنة لحد 14 سنة، والمستوى بتاعي اللي انا كنت يعني داخل عليه او كنت في المهارة بستوعبها بسرعه، فخلاني انا العب برضه مع 16 سنه والعب مع 18 سنه، لحد ما بعد سنتين فجم الكابتن الدكتور طارق شتا كان ماسك الفرقه راح مخليني واخدني مع الدرجه الاولى. في المرحله دي في السن ده انا كنت عندي 15 سنه، كنت منتخب مصر، كان التعاون اللي موجود بقى في بيتنا احنا هنا في النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي كاسره كره اليد في النادي الاهلي، ان احنا الاحترام موجود، التعاون موجود،
الحب ما بين الزملاء الكبير يعني بي بي بياخد ويتعاون مع الصغير يعني الكبير. انا كنت مثلا في معهد متوسط في الاول وبعدين كملت عالي كنت معهد متوسط. تقدر تقول كان الكابتن طلعت شتا الدكتور طلعت شتا كان ماسك رئيس اتحاد طلب وكان بياخدني في معسكرات مع الكليات والمعاهد العليا عشان اتمرن وازود جرعات التدريب بتاعتي عشان ترفع المستوى بتاعي عشان افيد النادي وافيد المنتخب. احنا واحنا في الناشئين يعني خدنا بطولة الدوري مرتين وكان في صراع ما بيننا وما بين نادي الجزيرة. لما طلعت الدرجة الشباب برضو خدنا بطولة الدوري مرة. لما طلعنا الدرجة الأولى كان صراع ما بيننا وبين الجزيرة وبين نادي سموحة. فدي كان الدورة اللي بتتعمل المجمعة احنا برضو خدنا الدوري مرتين منهم لأن كانت المباريات تعتبر في حكم إن هي قليلة عن هنا. وكانت جريدة الجمهورية بتعمل زي أحسن رياضيين يعني أحسن 10 رياضيين في جميع الألعاب وكل لعبة أحسن 5 رياضيين في كل لعبة. فأنا طلعت أنا الرابع مكرر في كرة اليد وطلعت 26 في الترتيب العام بتاع الرياضيين كلهم بتوع مصر. اهم جايزه اللي من بيتنا النادي الاهلي ان في سنه 73 ادوني الرياضي المثالي في النادي الاهلي. فكانت ليها عضويه شرفيه مدى الحياه. كان ساعتها المسؤول بتاعنا بتاع كره اليد العميد فتحي الصاوي فجي كلمني فقال لي يعني يا مصطفى كابتن خليل زكي جاي من الحرب وبتاع فانت ايه رايك؟ يعني ادم تقدر تتنازل لي ان هو يبقى اللاعب المثالي في النادي الاهلي ليه يعني؟ وتنازلت طبعا لزميلي كابتن خليل زكي لان احنا كلنا مع بعض. انا بره يعني مرنت في السعوديه ومرنت في عمان وانا يعني الخبره بتاعتي اساسا كتدريب ناشئين يعني ما بينش ان انا ادرب الدرجه الاولى او ضميري ان انا ادرب المنتخب. لا انا تدريب المهارات الاساسيه للاعب الناشئ هي دي اللي احنا اتعلمتها في المعهد وفي الدراسه بتاعتي ازاي ان انا امرن اللاعب ان انا اديله اعلمه اساسيات اللعبه الصح. والحمد لله يعني الى الان باديها حتى عملي يعني ونظري يعني. اللي انا اتربيت عليه بيني وبين زمايلي واللي زمايلي الكبار علمونا عليه وربونا عليه بنعمله برضه مع اللعيبه الصغيرين. عندنا 5 سنين و6 سنين و7 سنين و8 سنين وكبار أسرة واحدة أنا والمدربين وبتاع والكابتن أديوب وكده أسرة واحدة بنحب بعض بنشتغل مع بعض ونساعد بعض ننزل الملعب مع بعض. فدي اللي احنا اتربينا عليها فبنعلمها للصغيرين هيطلعوا كده إن شاء الله بمشيئة الرحمن ويطلعوا لعيبة كويسة. مباراة المقاولين العرب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد فوزي. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي كابتن اسلام. ازي صحتك حبيبي اخبارك انت؟ المره فاتت كان يا دكتور فوزي النهارده براحتك انت قول اللي انت عايزه انا معاك في اي حاجه. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الدنيا تمام. تمام الحمد لله. طب الحمد لله. بقول لك خليني ابدا معاك الاول بالنهارده باطلاله سريعه جدا عن الثلاث مباريات النهارده في كاس العالم. الحقيقه هل انت مستمتع بالاداء الفني يعني من امبارح للنهارده 4 مباريات؟ يعني البدايه ما كانتش موفقه اول مباراه يمكن استمتعنا جدا بالاكوادور ضغط قوه سرعه كره كويسه جدا
بيلدينج اب عالي وبيعرفوا يتحركوا بين الخطوط كويس جدا كفرقه. يمكن ساعدهم في ده سوء حاله قطر والخوف الغير مبرر من اول حارس المرمى لحد معز مسعود، خوف غير مبرر وخارجين من بره الجيم خالص. النهارده الصبح طبعا استمتعنا بنتيجه كبيره ولكن باداء سيء من ايران، يواجهوا ايران جيد جدا، يواجهوا اداء جيد جدا من انجلترا. انجلترا فريق قوي، فريق ممكن يروح حتت بعيده مش عشان النتيجه ولكن عشان الاداء. مستر كيروش اعتقد انه اخطا في انه يلاعب فرقه زي انجلترا دفاع منطقه، وهم لعبهم وطريقه لعبهم كله بيعتمد على اختراق دفاع المنطقه. يعني لو كانوا طلع ضغط بمناسبه كيروش، قبل بس ما تكمل كلامك في هذا الامر، هل نقدر نقول دلوقتي ان كيروش مثلا كان ظالم للمنتخب الوطني في الفتره اللي كان ماسك فيها المنتخب؟ بمعنى يعني ان هو بالطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها دايما مع المنتخب الوطني امبارح او يعني من كام يوم، وهكلمك عن هذا الامر، مباراه المنتخب مع بلجيكا خلتنا نشوف ان احنا عندنا حته نقدر نهاجم بيها، وبتلعب تاني التصنيف العالمي، مش بتلعب مثلا فريق او منتخب من تحت قليل، او لا تلعب منتخب تاني التصنيف العالمي. طيب خلينا بس نبقى منصفين، انت الادوات اللي معاك معتمده على الثلاثي الهجومي بس، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، تمام. ممكن تحط في شويه في النني في النص، ممكن تحط زيزو، ممكن زيزو الشناوي بتواجده، احمد حجازي بتواجده، ولكن في العموم احنا فرقه دفاعيه. خلي بالك يمكن ده اللي سقط فيه النهارده مستر كيروش، عارف ليه؟ لان علي دون الحارس المرمى اتصاب في اول المباراه، نزل الحارس الاحتياطي، ما عندوش حد مثلا يقدر يقفل له المنطقه زي مثلا الونش وحجازي، ما عندوش حارس قوي يقدر يشيل الحاجات اللي بتيجي عليه. بس خلي بالك هو برده الحارس اللي نزل الست جوال ما لوش علاقه بيه. ماشي، هو انا مش ده قصدي برده، انا قصدي ايه؟ قصدي ان لا بس في فرق، عارف ان هو واقف مكان الحارس كان هيروح في حته ثانيه، حتى ابو جبل لما كان موجود كان احسن بكتير. انما انا اللي عايز اقوله الحارس ده ما قدرش يتعامل مع المباراه، اتخض برضو بعد ثلاث دقائق لقى نفسه بكاس عالم، هو كان احتياطي بقاله فترات كبيره. خلي بالك الجون ده كان بيلعب مثلا بقاله خمس سنين او ست سنين ستاندنج، ما حدش بينزل، فانت لما تلاقي نفسك برضو من الدار للنار ممكن يكون اتخض في مباراه زي انجلترا. الهدف الاولاني هدف عالمي، الهدف الثاني بتاع ساكا راح في حته صعبه جدا، يعني يعني مجموعه الاهداف اللي جت فيه صعبه طيب. بس برضو اتخرجوا بره الجيم، ما تخليش التركيز معايا. هرجع اكلمك مره اخرى عن المنتخب الايراني وهذه المباراة المهمة، ولكن خلينا نروح لكابتن فريد شوشان نجم منتخب تونس في كأس العالم 98، طبعا أحد المدربين الكبار في الدوري المغربي الممتاز حاليا، وكان الحقيقة كابتن فريد كان قلب دفاع مميز جدا وهو أحد النجوم الكبار في المنتخب التونسي، وموجود معنا على الهاتف برضو نطمن منه على استعدادات أو أهم الاستعدادات المنتخب التونسي وتوقعاته خلال الفترة القادمة لمنتخب تونسي ومباراة الدنمارك. يا كابتن فريد إزاي حضرتك يا كابتن؟ إزايك ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، وشرفني نكون موجود معاكم مع الكابتن فوزي والكابتن كلام. شرف لينا يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن فريد يعني خليني ابدا معاك النهارده الحقيقه، او قبل ما ابدا اسالك عن المنتخب التونسي ومباراته بكره ان شاء الله، النهارده كان في رساله دعم من كل لعيبه النادي الاهلي للمنتخب التونسي ولعلي معلول تحديدا في فيديو الحقيقه تم وضعه على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، اعتقد شيء رائع جدا. اكيد ليس غريب على صراحه، التضامن طبيعي جدا. الاهلي شفت الاسامي الكبار اللاعبين كيفاش دعم لعلي معلول ودعم للمنتخب التونسي، وهذا يظل يحفز علي ويأكد المكانه الكبيره والعلاقات الاخويه ما بين النادي الاهلي وما بين المنتخب التونسي واللاعبين اللي ينشطوا في الدوري المصري. في رايي يظل انا شفت الدعم كبير، ان شاء الله راه وصل اكيد على وسائل التواصل الاجتماعي، راه وصل لعلي معلول، وان شاء الله يكونوا في المستوى ويقدموا مباراه تشرف المنتخب التونسي وتاكد الا ان شاء الله هذه الدوره كاس العالم في بلد عربي هو قطر شرف للناس الكل باش يكونوا موجودين ويقدموا احسن صوره لكره القدم التونسيه. كابتن مباراه تونس والدنمارك، الدنمارك يعني طريقه لعب المنتخب التونسي مختلفه تماما عن طريقه لعب المنتخب الدنماركي اللي بيعتمد على القوه والسرعه، والمنتخب التونسي بيعتمد اكتر على التكتيك او المهارات الفرديه اكتر، فكيف ترى هذه المباراه الصعبه جدا في بدايه مشوار المنتخب التونسي؟ اكيد مباراه صعبه جدا، هو الشرف في رايي الاول والاخير هو التواجد في كاس العالم
المنتخب التونسي لازم يكونوا واعين اللاعبين والمسؤولين اللي يقدموا احسن ما عندهم. نعرف احنا المنتخب التونسي فريق تاع مجموعه، لكن المستوى في كاس العالم مستوى عالي، مستوى اللاعبين يزيدوا خارجين بطولات اوروبا، لاعبين اكثر من 20 مباراه، وانا حاضرين في مستوى عالي. شفنا اليوم مباراه السنغال وشفنا مباراه الاكواتور مع قطر، يأكد ان المنتخب التونسي تكون امام منتخب من احسن المنتخبات في الفتره الاخيره، قدم مستوى كبير، القوه البدنيه، المنطقه كالسويد والدنمارك عندهم لعب خاص، قوه مع الفنيات، يلعبوا في احسن البطولات الاوروبيه. مطالب المنتخب التونسي باش يكون جاهز ذهنيا وبدنيا ويعطي اكثر من طاقته 100% باش يؤدي بصوره ممتازه. دائما نقول اذا ادى المنتخب التونسي لعب جماعي بصوره ممتازه وكانت اللاعب المميزين فيه كيوسف التافي في احسن الحالات نتاعهم، قادر ان شاء الله ديما المباراه الاولى تكون مباراه مفاجئات. لكن في المستوى العالي لازم ياخذوا الحذر، تكون مباراه صعبه جدا على المنتخب التونسي. نتمنى ان شاء الله غدوة يقوم مباراه ممتازه، والنتيجه اذا كانت في المستوى ان شاء الله تتبع النتيجه المردود. كابتن، لو من وجهه نظرك طرد المدير الفني للمنتخب التونسي غدا، هينتظر المنتخب الدنماركي بمعنى ان هو هيلعب في نص ملعبه فقط، ولا هيلعب لعب مفتوح في اولى المباريات؟ يعني انت برضو بتلعب منتخب قوي وكل حاجه، ولكن المنتخب التونسي له اسمه وله تاريخه وله عرقته، بطولات كاس العالم مختلفه، ولكن في النهايه هل المدرب سينتظر المنتخب الدنماركي في وسط ملعبه ام سيلعب مباراه مفتوحه؟ هو الاحسن يكون في وسط الميدان، هو في الاحسن اختيار للدفاع هو يكون متوازن نوعا ما، لا يكون دفاع منخفض في المنطقه نتاعه وتقبل اللعب وتقدر في اي وقت تقبل الاهداف، لا تكون تبدا تهاجم وتعمل البريسينج اللي هو صعب جدا صراحه على المنتخب التونسي. لازم يكون توازن. في رايي بعد مباراه ايران التجريبيه باش تكون الخطه بثلاثه خمسه اثنين، باش يلعب بثلاثه مدافعين، هذا ياكد الا مش احتياط من المنتخب الدنماركي. المنتخب الدنماركي عنده امكانيات فنيه كبيره، نعم. لازم المنتخب التونسي ما يحاولش يركن للدفاع، لخاطر احسن طريقه هو التوازن في وسط الميدان مع الاعتماد على لاعبين كيوسف بن تيرني او الخضري في وسط من الميدان باش نجم نقدموا ما يمكن. لكن في رايي تكون مباراه صعبه جدا، مستويات كبيره منتخب الدنماركي. منتخبنا التونسي لازم يلعب توازن، يلعب كفريق، يحاول الهجمات المرتده، في نفس الوقت يقدم كما قلت صوره متميزه للعب المنتخب التونسي، ما يحاولش يركن الدفاع، خاطر من اصعب الاشياء تركن الدفاع امام منتخبات قويه كمنتخب الدنمارك. طيب هل من وجهه نظرك ايضا سترى ان الجمهور العربي المتواجد في المدرجات هيفرق اكتر مع المنتخب التونسي، ولا شايف ان هي تعادل او يعني هتبقى الموضوع ما بين المنتخبين ما فيش مشكله؟ هو المفروض مش يكون المنتخبات العربيه كل متآزره، منتخب مش يكون عنده دور كبير. شفت البطوله العربيه كيفاش المنتخب التونسي كان، والجاليات العربيه بصفه عامه، المنتخب التونسي عنده جاليه فيها 30,000، كذلك الجاليه المصريه باش تكون موجوده، الجاليه المغربيه، الجاليه الجزائريه، هذا يشجع ويعطي دفع اكثر للفريق. لكن ديما نقول لازم اللاعبين يكونوا جاهزين، اللاعبين عندهم تجربه ثانيه اكثر من 9 لاعبين شاركوا في 2018 في روسيا، عندهم التجربه الكافيه. المباراه الاولى مباراه مفاجئات، اذا كان المنتخب التونسي كان جاهز 100% واللاعبين في احسن الحالات نتاعهم، لما لا نقول تعادل في حجم الانتصار مثل منتخب الدنماركي باش يكون مرشحين الاساسيين، ولما لا يمكن الحصان الاسود في هذه البطوله. مجموعه صعبه، دنمارك وفرنسا واستراليا وتونس، يعني الاربع منتخبات كل واحد له باع كبير وطويل. توقعاتك لهذه المجموعه الصعبه جدا؟ هي المباراه الاولى نشوف فرنسا مع المنتخب الاسترالي، منتخب تونس مع منتخب الدنمارك مرشح كره صراحه، غير من هو المنتخب الدنماركي والمنتخب الفرنسي هما في القائمه الاولى. من بعد المفاجات ننتظرها من المنتخب التونسي من 78 ننتظروا باش نمروا للدور الثاني. التحضيرات ما كانتش كبيره برشا، اللاعبين تطور من 2018 2022، مش لاعبين يلعبوا في الصف الاول في الفرق الاوروبيه. ديما نقول كنت حاضر في كاس العالم 98، كاس العالم نوعيه اخرى من اللعب، نوعيه صحيح. اخرى من الحضور، من القوه، من الجراه، لازم تكون عندك لاعبين في مستوى عالي باش تمشي لبعيد ان شاء الله. نتمنى، واحنا اهم شيء هو صوره كره القدم والمجهود للاعبين، من بعد النتيجه ذيك شيء ثاني. انا بشكرك جدا يا كابتن فريد على تواجدك معنا. كابتن فريد شوشان
نجم منتخب تونس وكلام هام جدا فيما يخص المنتخب التونسي في مباراته غدا ان شاء الله امام المنتخب الدنماركي. كنا بنتكلم عن المنتخب الايراني وكارلوس كيروش يا رائع. تمام يعني زي ما قلت لك ان كارلوس كيروش حاول ينقل الطريقه الدفاعيه البحته اللي كان بيلعب بيها المنتخب مصر مع فرقه ايران، ما عندوش الادوات اللي ينفذها بنفس الطريقه، فاعتقد انه اتخطف بدري هدف في الثاني ما قدرش يفوق، خد الثالث، نزل اول الشوط الثاني دخل فيه الرابع، الجيم فتح منه خالص. الاصابه الاولانيه لحارس المرمى اثرت معاه بالسلب، طريقه اللعب كان فيها مشكله كبيره جدا ان انت بتعمل ستوبنج للبارك وفي نفس الوقت بتقفل في ال 18 بتاعك، وده اللي كان ادى مساحات كبيره جدا لفرقه انجلترا انها تلعب. اعتقد ان نفذ الفكر الدفاعي بتاعه بطريقه سيئه جدا، ما قدرش يخرج من الحاله اللي هو شغال عليها بقاله فترات كبيره، ويمكن ده اثر بالسلب. انما لو رجعنا لمنتخب مصر انا شايف ان هو كان بيلعب، هل كان سبب يا كارلوس كيروش كده بقى يعني بعد اللي احنا بنشوفه ده، يبقى هل كان هو سبب؟ بص مش هنكذب على بعض، يعني فرقة السنغال فرقة قوية جدا، عشان بس نبقى نقول الأمانة، الراجل وصل للنهائيات، نهائي أفريقيا كل امنياتنا ما كانتش توصل للنهائي بالامانه قبل ما نخرج من هنا ونروح نلعب في الكاميرون، كل امنياتنا ما كانتش ان احنا نوصل للنهائي، فهو قدر يتعامل باللي معاه وقدر يوصل للنهائي. يمكن حتى تعامله في النهائي ان هو كان معتمد تماما على ضربات الجزاء اللي ساعدته في ثلاث مرات قبل كده، ولكن ما ساعدتوش في الاخر وما اسعفتوش، ويمكن لعب بنفس الطريقه على المباراه النهائيه امام السنغال، واعتقد لو كان وصل كنا حملناه على الاعناق بلا شك طبعا. انما يمكن مستر فيتوريا غير من الفكر خالص، لانه لعب بطريقه مفتوحه، لعب جيم قدام بلجيكا 4-3-3 في نص الملعب مش فلات، خلى محمود حماده والنني وطارق حامد يقفلوا نص الملعب من جوه، وخلى الاثنين الاطراف في وقت الناحيه الدفاعيه ينزلوا يدافعوا مع الباك رايت والباك ليفت، فقدر يقلب 4-3-3 في بعض الاحيان ل 4-5-1، خلى في افضليه للمنتخب مصر في الكور اللي هي بتتلعب في ظهر الطرفين، قدر يتعامل معها. يمكن اكرم كان كويس جدا، حجازي كان الى حد ما هايل هو وعلي جبر، فاعتقد لا هو تعامل مع الامر بصوره كويسه، واكتر حاجه انه ادى اريحيه كبيره جدا للثلاثي الامامي يعملوا اللي هم عايزينه في الكوره، ما يلزمهمش دفاعا على طول. انت ممكن مدرب يجي يقول لك لا انا عايزك لو الباك رايت نزل لحد انزل معاه لحد لو طلع بره الملعب يطلع معاه. محمد صلاح يعني كنا بنشوفه تقريبا بنسبه بيقف نص الملعب اكتر. برافو عليك. تمام ليه؟ عشان هو قافل كل الكوريدورز، قافل كل الممرات اللي ورا بلاعيبه معينه. صحيح. مش محتاجه نزول محمد صلاح غير خليك انا عايزك قدام، خليك عشان لما الكره تجي لك تنتج لي قدام، وده اللي حصل فعلا. واعتقد الضغط الثلاثي والضغط الرباعي اللي كان بيعمله مع الترحيل فرق جدا، يمكن في جول مصطفى محمد انه لما راح ضغط بتريزيجيه وفي ظهر تريزيجيه كان محمود حماده، وصلت لمصطفى محمد عمل كده وحطها ببطن رجله. عشان كده مش لازم ان انت هو الدفاع لا ما انت ممكن تدافع من قدام، مش لازم تدافع من عندك من واسمه دفاع، واسمه دفاع، دفاع امامي، دفاع امامي، دفاع مع الضغط العالي. صحيح. فهي طرق الدفاع هي اللي بتختلف، ولكن تنفيذها في الملعب برضو بيعتمد على كفاءه اللعيبه اللي معاك. اعتقد مستر فيتوريا يقدر يوصل زي ما بيقولوا كده الخلطه السحريه اللي ممكن يتعامل بيها يا رب ان شاء الله. قبل بس ما اطلع لهذا التقرير، هل مش عارف اقول ايه، لكن هل احنا افتقدنا وجود منتخب مصر في هذا المونديال؟ خلينا ناخدها بصوره ثانيه. اتفضل. مفيش شك ان منتخبات اسيا لا تضاهى بمنتخبات افريقيا، بمعنى منتخبات اسيا ليها 4.5 مقاعد، منتخبات افريقيا ليها 5 مقاعد. صحيح. تمام؟ تعال اتفرج على مستويات منتخبات اسيا امبارح اذا كان قطر، وان كان مش مستواها الحقيقي اللي احنا شفناه. النهارده ايران اللي هي اول فرقه صعدت كاس عالم بتخسر 6. نتمنى ان السعوديه تبقى تعمل حاجه كويسه، ولكن كوريا واليابان اعتقد انه برضه هيخرجوا في السريع، مش بنفس الشكل يعني. بنفس الشكل ونفس الطريقه. تعال اتفرج بقى على منتخبات افريقيا، هتلاقي فرق كان المفروض ان هي توصل وما وصلتش، مصر، الجزائر، نيجيريا، في فرق كتير جدا اللي عايز تعد هتعد كتير جدا فرقه توصل، عد اسماء كبيره بالظبط. فانا عشان كده كنت اتمنى ان يعني المقاعد دي يحصل بيها تداخل ويبقى مقاعد افريقيا اكتر. خلاص السنه الجايه 9 في الكاس العالم الجاي هيبقى 9.5. انا اعتقد ان احنا هننافس على النص الاخير زي ما بنعمل.
انا انتظر النصف الاخير عشان ان شاء الله نوصل من بدري. بس يعني ايه اعتقد ان لا انت لما تيجي تتفرج شوف النهارده في كاس العالم ده عايزك تعمل احصائيه كده لعدد اللعيبه الافارقه اللي متواجدين في كاس العالم هتلاقيهم اكتر من 60-70%. انا ما بتكلمش على كل المنتخبات بس بص في كل المنتخبات فرنسا دنمارك حتى قطر النهارده ابن جورج ويا رئيس ليبيريا بيجيب جون في كاس العالم لمنتخب امريكا. صحيح ابن يعني ده مش محتاج بقى كره ولا محتاج بتاع ده ابن رئيس البلد مش محتاج حاجه. لا معروف الجيل بتاعنا عارف مين جورج ويا بالظبط. فيعني انت بتتكلم كل المنتخبات الافريقيه لما تيجي قصدي سوري كل الفرق والمنتخبات في العالم كله لما تيجي تعد فيها كام لعيب افريقي ده يبين لك حاجه مهمه جدا. احنا عندنا حاجه كبيره قوي اللي هي ايه عندنا موارد بوتي ويا طبعا اللي هو ابن جورج ويا عندنا موارد هائله جدا وعندنا سوء استخدام للموارد حقيقي. عشان كده الموارد بتاعتنا كافريقيا اما بتطلع بره بتبقى حاجه تانية جدا في البلاد الاوروبيه عامه او في العالم كله. فاتمنى بس ان الاتحاد الافريقي يسعى ان هو كمان يزود عن التسعه ونص دول عشان ما ننافسش احنا على النص التاني. ربنا يستر. من وجهه نظرك فوزي مين الحارس المرمى اللي ممكن يشهد كاس العالم ده تالقه؟ كتير يمكن في واحد ما اتذكرش في التقرير ده اللي هو تشيزني حارس بولندا حارس كبير جدا بيلعب في اليوفي. اكيد نافاس من الناس اللي ممكن تتالق. كورتوا طبعا اليسون طبعا ما فيش شك ان نوير ان كاس العالم كسب نوير يعني الحمد لله على سلامته طبعا لانه ما كانش كان ممكن ما يشاركش لو كان لسه الاصابه بتاعت السرطان دي. اكيد هوجو لوريس اكيد بيك فورد اكيد ناس كتير جدا ممكن يتالقوا ولكن البدايات دلوقتي لحد دلوقتي مش مبشره. لسه كنت هقول لك البدايات مش مبشره خالص. اذا كان سعد الشيب ادي اول واحد بعديه يمكن الحارس النهارده حارس ايران كان يمكن غير موفق حتى لو قلت لي الست اجوان ما كانش انا بشوف كده والله صعبت عليا اللي ماشي اللي هو شال سته يعني وخلي بالك سته رقم كبير ولكن كان ممكن يتعامل مع كم يعني الهدف الرابع ده ممكن يتعامل معاه يا اخي اعتبره اتعامل مع الرابع ماشي يعني انا بقول لك احنا بنتكلم كوره فاهم. فانا بقول لك هو صعب عليك ان هو دخل فيه كتير بس انا كان ممكن يتعامل بطريقه احسن. اعتقد مندي النهارده كان سبب رئيس في خساره السنغال في خساره السنغال الهدفين يتحمل مسؤوليتهم بنسبه كبيره جدا. اعتقد يعني دول اللي ظاهرين لحد دلوقتي واثروا بالسلب على فرقهم. فبس في نقطه ايجابيه ان البطوله لما حد بيبتدي وحش حاجه من الاثنين يا يكمل وحش ويقع يا اما يبتدي يطلع من يعني من تحت لفوق كده. فاتمنى ان مندي يقف على رجليه لان النهارده الخساره دي حطتهم في مأزق المباراه القادمه او خلت مباراه السنغال امام الاكوادور هتبقى مباراه الصعود من عدمه لان كمان مباراه قطر مباراه قطر هتبقى الى حد ما اسهل من مباراه الاكوادور. صحيح. فلو ما وقفش على رجليه بسرعه هتبقى المشكله عنده صعبه جدا. اعتقد انه واحد من اللي يعول عليهم فرقهم ولكنه ما كانش موفق النهارده. نتمنى ان حارس ايمن بتاع الصفاقس يبقى موقف على رجليه بكره لانه هيبقى وهيواجهوا حاجات كتير مهمه جدا وهي الكروسات والكره العاليه والفورات لان فرقه الدنمارك بتتميز بالثوابت بتعرف تعملها كويس جدا وبتعرف تتعامل معاها كويس جدا. الفاولات اريكسن بيعملها كويس جدا جدا. صحيح. عندهم مجموعه من اللعيبه بتلعب الحاجات الثابته كويسه والجمبات بتاعتهم عاليه. يمكن كانت ميزه من ميزات منتخب تونس ومنتخبات شمال افريقيا كلها في الثوابت قلت شويه ما بقتش زي الاول. صح. يعني كانوا بيتميزوا ان هم دايما بيكسبوا بفاولات واوتات وكورنرز وحاجات من دي انما الكلام ده ما بقاش زي الاول. فاعتقد ان هتبقى عليه بكره مشكله كبيره. تعال نتفرج على محمد المعيوب بكره هيلعب قدام الارجنتين برضو مشكله كبيره جدا لينا كعرب طبيعي. طبعا في وسط الحراس اللي عايز اذكرهم ايميليانو مارتينيز. ايميليانو مارتينيز حارس بيتميز بضربات الجزاء ففي وقت لو الارجنتين كملت اعتقد انه في وقت من الاوقات هيلعبوا ان هم يوصلوا ضربات جزاء لانه بيعرف عنده القدره انه يتعامل معاه كويس جدا ممكن كسب الارجنتين بطوله كوبا امريكا الاخيره بضربات الجزاء فقبل النهائي والنهائي حتى امام البرازيل. فطبعا دي حاجه ايجابيه جدا. وزي ما بقول لك لو عدوا الادوار التمهيديه ممكن حتى لو ما كسبوش يبقى له دور كبير جدا. يعني الشيء بالشيء يذكر. اعتقد الحارس الرابع
اللي هو ممكن يبقى يعني كعرب هو ما فيش غير ايمن ومحمد المعيوف، نتمنى لهم التوفيق بكره لان دول اعتقد اخر الفرق العربيه، ومعاه اكيد اكيد الحارس العملاق ياسين بونو اللي ما اتذكرش برده ولكنه حارس مؤثر جدا جدا جدا، والسنه اللي فاتت كان واخد احسن حارس في الدوري الاسباني، واعتقد انه مؤثر بالايجاب جدا جدا مع فرقته او مع منتخب المغرب، وان شاء الله ان شاء الله نشهد تالقه والمغرب تروح في حته بعيده في الكاس. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن النادي الاهلي واهم واخر استعداداته لمباراه المغرب العرب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فوزي، ممكن ناس تستغرب ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي بالنسبه لكل الاهلاويه ناس بتنتظر دايما النادي الاهلي. نعم هو الاصل. يعني ما حدش بيبص يعني الاهلاويه، معظم الاهلاويه يقول لك يعني مش عايزين مش هنبص لكاس العالم، ولكن هنبص دايما النادي الاهلي هيلعب امتى. طيب اكيد يوم ماتش المقاولين في ناس كتير هيبقى في ماتشات شغاله طبعًا. والناس كلها بتتفرج على ماتش الاهلي، ده شيء طبيعي يعني. هو الاهلاوي بجد يعني مش هيسيبنا زي ما انتم بتقولوا في القناه يعني هي بالظبط طبعا اي حد هيتفرج على مباراه الاهلي، واكيد مباراه بعد فتره غياب كبيره جدا جدا، اعتقد هتبقى مباراه برضو سلاح ذو حدين. يمكن اكيد اللعيبه كلها خدت اجازات ورجعت وانتظمت في التمرين مره اخرى، واكيد معظمهم عمل عمره ربنا يبارك لهم، طبعا دي حاجه ايجابيه. انما يكون النادي الاهلي بقى يقعد فتره كبيره كده الجمهور بينتظر، بقى لنا فتره متشوقين. خلي بالك الجمهور الاهلي بيروح يتفرج على الصلاة عشان يشم ريحة النادي الأهلي. صحيح. يعني عشان تشم ريحة فانيلة النادي الأهلي أو تشوف الإنجازات بتاع فرقة النادي الأهلي لكرة القدم، بتروح تتفرج على الصلاة يد وطايرة وسلة وبتتابعها. فأعتقد إن ورجوع النادي الأهلي للمباريات حاجة إيجابية جدا بالنسبة لجمهوره. وأعتقد منتظرينها بشغف كبير جدا، وإن شاء الله يكون الأهلي في الموعد زي ما بنقول. أكيد غياب علي معلول هيأثر على الفرقة بشكل عام، ولكن أعتقد إنه مش هيطول يعني إن شاء الله. من وجهة نظرك كيف استغل كولر فترة التوقف؟ اكيد كولر حتى هو قال قبل ما التوقف يجي، قال لك انا التوقف جه في ميعاده وانا لسه هشتغل واحفظ اللعيبه حاجات كتير من الحاجات اللي انا كان نفسي احفظها لهم وما لحقتش لقصر فتره الاعداد. فاعتقد انه اشتغل دلوقتي، هو كان بيشتغل الفتره اللي فاتت معظمها بدني في فتره الاعداد، اعتقد دلوقتي كلها تبقى فترات تكتيكيه وتجميع للعب وتجميع للاداء الفرقه، واعتقد هو ده اللي هو شغال عليه دلوقتي، وده الحل الوحيد اللي ممكن يعلى بالنادي الاهلي، لان الحمد لله الروح عادت لطبيعتها، الناحيه البدنيه عادت لطبيعتها، النادي الاهلي نفسيا اعلى بكتير من المنافسين. فاعتقد انه دلوقتي بيحفظ الفرقه التاكتكس بتاعته، ودي الحاجه اللي ان شاء الله نشوفها في المباراه القادمه ان شاء الله للنادي الاهلي في المقاولين. طيب اداء الاهلي بالنسبه لك مع مارسيل كولر بشكل عام؟ اكيد اداء مش هقول ممتع قوي، مش اللي هو واو في الكورة، ولكن إلى حد ما رجعنا نلعب الكورة بتاعتنا الطبيعية 4-2-3-1 مع غالق مفاتيح اللعب واللعب في 40 ياردة اللي كان عندنا مشكلة كبيرة جدا. كنا بنلعب على طول يا كابتن إسلام مع موسيماني في 60-70 ياردة، وعشان كده كان بيجي علينا انفرادات كتير جدا. إنما دلوقتي اللعب كله متجمع واقفين كتلة واحدة في 40 ياردة دفاعا وهجوما، بنضغط على الفرقة كلها من قدام، وبنقدر نتعامل في الضغط الثلاثي والضغط الثنائي مع الترحيل، حاجات صغيرة بتفرق كتير جدا. انت ممكن تتفرج عليها وتشوفها وتتابعها كمحلل او واحد اشتغل كوره، بتبقى فاهم مستر كولر عامل ايه. ممكن الناس ما تبقاش واخده بالها من الكلام ده قوي في الملعب، انما انت بتبقى الى حد ما فاهم الراجل اتكلم في النقطه دي ولا ما اتكلمش. وجود واحد او اختيارات معينه زي وجود مثلا كريم فؤاد، ما حدش كان بيلعب كريم فؤاد في الناحيه دي مثلا غير ايام ما كان في النجوم من كذا سنه، لما رجع لعب باك رايت وباك ليفت بقى تصنف على اساس انه باك رايت، الراجل اللي رجع لعبه جناح ليه؟ عشان سببين. اهم حاجه عنده قدره الضغط السريعه، سرعه رد، عنده كره كويسه جدا وعنده سرعات هائله جدا ممكن اضغط بيه، وقوه كمان زي طاهر دلوقتي ما شاء الله، طاهر نجم الشباك بالنسبه لمستر كولر. كل ده لاسباب كتيره جدا هو اشتغل عليها، قدر يخلق مساحات كبيره يقدر يلعب في ظهرها، وده اللي فارق جدا. يمكن اي حد لعب، انت خلي بالك هو جرب حوالي 5 أو 6 اجنحه في المكان ده، لما تيجي تعدهم الناس كلها لعبت، يعني طاهر
شحات، كريم ناحيه اليمين، ناحيه الشمال لعب اعتقد في الفتره من بيرسي، عبد القادر، مين تاني لعب ناحيه الشمال؟ فؤاد في ماتش من الماتشات في افريقيا لعب حسام حسن ناحيه الشمال وخلى شريف يلعب راس حربه، فهو جرب بالظبط، هو جرب الناس كلها في كل المناطق، وانه يقدر يلاعب 25 ولا 22 لعيب في حوالي 5-6 ماتشات، دي حاجه ايجابيه كويسه جدا، وتخلي اللعيبه كلها تحت المنظار، وتخلي اللعيبه كلها مركزه في التمرين عشان في اي وقت هيلاقي نفسه في الملعب. اعتقد يعني مش عايز افخم فيه قوي، بس يعني احنا منتظرين منه احسن من كده، وان شاء الله يبقى مدرب ايجابي، واعتقد انه لحد دلوقتي عامل اللي عليه وزياده. طيب تقييمك بقى لحراسة المرمى في النادي الاهلي؟ اكيد شناوي كان محتاج فترة الراحة اللي خدها، والحمد لله رجع فرقت على احسن ما يكون، رجع على احسن ما يكون، حتى في وقفته، حتى في تحركاته، في التعامل مع الكورة، في كل حاجة هتلاقي الشناوي رجع يركز زي من سنتين ثلاثة، لان في فترة من الفترات كان قلة التركيز تعود الى ان جسمه منهك، عضلاته منهكة، مش قادر، التركيز بتاعه مش 100%، فعشان كده يمكن كان التعامل بتاعه مع الكره بيبقى الى حد ما قليل. اعتقد انه الحمد لله السنه دي او الست ماتشات اللي لعبهم كان على احسن ما يكون، حتى ماتش المنتخب السابق كان كويس، فاعتقد لا الشناوي الى حد ما نقدر نقول الحمد لله رجع للمستوى الطبيعي. اخيرا المنتخب يا احمد، المنتخب من وجهه نظرك شفت مباراه بلجيكا ازاي؟ هل بتعتبر ان المنتخب البلجيكي ما لعبش هذه المباراه زي ما بيتقال؟ أكيد. ولا شفت منتخبنا بيؤدي بشكل جيد؟ الله، انا اجيبها لك من ناحيه ثانيه. انت لما بتيجي تعمل ماتش ودي وعايز تجرب لاعب واثنين وثلاثه واربعه قبل بطوله مهمه، بتعمل ايه؟ بتلعب ناس كتير، وبتلعب بس اللعيبه برده خايفه على رجلها من الامانه، خايفين ما يكملوش، ما يلعبوش البطوله زي ما هو، ما بيبقاش نسبه تركيزهم زي ما انت كمصر رايح تلعب بلجيكا اللي هو تاني التصنيف العالمي، فتركيزه اعلى. اعتقد هم تركيزهم بيبقى على تنفيذ بعض الجمل في الملعب، ازاي هيقدروا ينقلوا الكره، يتحركوا ازاي، يضغطوا ازاي، ولكن النتيجه دي في الاخر بالنسبه لهم ما بتبقاش محفزه قوي. تمام، ممكن تبقى حاجه ايجابيه وتعلى، انما خلي بالك لما تيجي تشوفهم في مباراه كاس العالم هتلاقي اللعب بيتغير خالص. يعني انا شكل واداء مختلف، شكل مختلف تماما، حتى اللعيبه انا شايف ان هازارد الماتش ده ما كانش قادر يشيل رجليه، وتخين ومش قادر، يعني مربرب فعلا، ما هو ما كنتش عايز اقولها مربرب. فالحاله الطبيعيه دي مش حاله هازارد الطبيعيه، عشان كده انا بقول لك اعتقد انهم كانوا داخلين المباراه باريحيه، خايفين على نفسهم، وفي نفس الوقت مش مركزين قوي زي منتخب مصر، عشان كده منتخب مصر قدر يعاقبهم ويكسبهم في الماتش اللي فات. مين افضل، فيتوريا ولا كيروش؟ لسه ما نقدرش نحكم، نبقى برضو هنظلم، والله العظيم هنظلم فيتوريا. ليه؟ لان انت عايز نظلم فيتوريا؟ ليه؟ لان ممكن يبقى نحط مستوى امال عالي وفي الاخر ناخد على دماغنا. بكيروش في الاول كنا يعني بنقول دلوقتي كيروش واحده واحده بيتضح انه فكره كان خاطئ، وانه دفاعه كان خاطئ، بيهتم بتفاصيل صغيره بس التفاصيل الكبيره جوه الملعب ما كانش مركز فيها. دي وجهه نظر يعني. حقيقي دي عندك 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 فيها حق 100%. انا بشكرك جدا ابو حميد على وجودك معانا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد فوزي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل اخر فقره هتكون معانا النهارده كواليس المونديال مع احمد ثابت ومحمد جمال، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره كواليس المونديال وكل ما يخص كواليس مونديال قطر 2022. خليني ارحب باحمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. تمام. ايضا محمد جمال. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ كله كويس؟ كله زي الفل. اول مره معانا؟ اول مره معاك، ان شاء الله دايما موجود معانا. قبل بس ما نتكلم مع احمد ومع محمد، خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم اخبار المونديال النهارده ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم، دي كانت اهم الاخبار الخاصه بمونديال قطر 2022. يا احمد خليني ابدا معاك الاول، ونستعرض اهم نتائج مباريات اليوم. بدأ اليوم النهارده ثلاث مباريات، لانه طبعا مباراه الافتتاح كانت امبارح، مباراه قطر والاكوادور، اما اولى المباريات النهارده كانت مباراه انجلترا وايران، وشهدت تغلب المنتخب الانجليزي على المنتخب الايراني 6 أهداف مقابل هدف او مقابل هدفين، احنا كان نفسنا تبقى هدف بس خليناها هدفين. ماشي. السنغال وهزيمه الحقيقه ما اعرفش هنتكلم عنها مستحقه ولا لا، امام هولندا و 2-0 للمنتخب الهولندي، ثم التعادل الايجابي ما بين امريكا وويلز بهدف لكل فريق. دي كانت مباريات اليوم او اهم مباريات اليوم. خلينا بقى نتكلم بشكل عام او نبدا بانجلترا وايران.
بداية كده أبرز ظاهرة النهاردة ظاهرة احتساب الوقت بدل الضايع. التحكيم مسكولينا رد يعني وقال الوقت بدل الضايع في خاصية خلاص. التحكيم في كاس العالم في ثلاث حاجات زيادة واضحة جدا يعني. الوقت بدل الضايع 27 دقيقة، وقت بدل الضايع في النهاردة الشوط الأول هو قدامنا 14 دقيقة، وقت بدل الضايع في الشوط الأول مباراة إنجلترا وإيران و13 دقيقة في الشوط الثاني، الاثنين 27 دقيقة، وماتش هولندا والسنغال 14 دقيقة، وماتش ويلز وأمريكا 16 دقيقة. فدي وداعا كده لهاني سليمان، وداعا لإضاعة الوقت بقى، ووداعا الفيفا منزل أخبار على المواقع الأجنبية كلها بتأكد إن هو بيدعو إلى عدم إضاعة الوقت. أوكي. فخلاص المباريات في كرة القدم أعتقد إنها توصل لمية دقيقة بالمنظر اللي إحنا بنشوفه ده، يعني هيبقى 100 دقيقة بدل 90 بعد كده، لأن في تغييرات، في إصابات، في إضاعة وقت، في إنذارات، في الحكم لما بيروح بيبص على الفار، فكل ده بياخد وقت. الحاجة التانية، الخاصية التانية للتحكيم خاصية كشف التسلل، شفناها امبارح في مباراة قطر والجرافيك معمولة، دي خاصية برضو من الحاجات التقنية الحديثة جدا في المونديال. الحاجة بقى اللي لسه ما شفناهاش واللي ممكن نشوفها برضو، ولأن مستحيل نشوفها برضو مع التطور ده، وهي خاصية الستاند باي فار، الحكم اللي هو الفيديو الاحتياطي. في حالة انقطاع الفار مع الحكم الرئيسي بيبقى فيه حكم فار احتياطي بيبقى موجود في أرض الملعب، وبيبقى الحكم الرابع هو اللي بيقود تقنية الفار الاحتياطي دي على أن يصبح الحكم المساعد الاحتياطي حكم رابع للمباراة. فدي ثلاث حاجات من الواضح التطور التحكيمي في المونديال بشكل كبير جدا. يعني بصراحة نبدأ بقى مباراة إنجلترا وإيران، أنا بشوف منتخب إنجلترا منتخب قوي جدا جدا، واحد من المنتخبات المرشحة أن هي توصل مربع ذهبي لكذا سبب. أولا إنجلترا رابع المونديال في 2018، إنجلترا وصيف أوروبا في 2020، إنجلترا فيها في التشكيل الأساسي لو استعرضنا التشكيل على الشاشة هنلاقي أن في ست لعيبة من إنجلترا بدأوا مونديال 2018، فده دليل على بناء فرقة عندهم سكواد ثابت من 2018 بادئين فيه. والاعمار السنيه عايزين بقى نبطل اللي احنا بنشوفه، انه بطل نقول على اللاعب لما يوصل 18 لما يوصل 23 و24 سنه نقعد نقول عليه لعيب شاب. شوفوا يا جماعه دول العالم كلها، شوفوا بلينجهام ده النهارده في تشكيل انجلترا، نبص على التشكيل قدامنا على الشاشه بال 4-2-3-1، يمكن منتخب انجلترا ساوث جيت فاجئنا بان هو لعب بال 4-2-3-1. صحيح، كان دايما بيلعب بالثلاثه ورا، النهارده عشان بيلعب قدام منتخب ايران فلعب بالاربعه، بيكفورد ستونز وماجواير اثنين مساكين، تريباير باك يمين وشو باك شمال، ديكلان رايس وبيلينجهام. بيلينجهام ده احسن لاعب بوكس تو بوكس صاعد في العالم، عنده 19 سنه، بيلعب في دورتموند الالماني، وقيمته التسويه 100 مليون يورو قبل كاس العالم. ماسون ماونت نجم تشيلسي، وستورلينج وساكا، ساكا ده برضه 21 سنه لعيب الارسنال الانجليزي، هاري كين مهاجم هداف كاس العالم السنه اللي فاتت. نبص على الاعمار ونتعلم ان احنا لازم بناء جيل، ازاي بتبني جيل بالمعدل الاعمار واحد زي ده. لما نبص على التشكيل قدامنا هنلاقي مثلا هاري ماجواير اللي الناس بتنتقده كتير في مانشستر يونايتد بيتحول لوحش في منتخب انجلترا، ومميز في الضربات الثابته وبيعتمد عليه بشكل كويس جدا. عندهم الاعمار السنيه ممتازه، ساكا وبيلينجهام وديكلان رايس كلهم صغيرين، عندهم دكه بدلاء محترمه لما شفنا الاربعه اللي نازلين. صحيح، حاجه يعني انا مستغرب جدا من فول فودن ان هو ما بيلعبش. يعني فول فودن ده من اغلى اللعيبه في المونديال. يعني فول فودن من اغلى اللعيبه في المونديال، وراشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وجريليش يعني في اكتر من حد. يعني لو حابب تتكلم على ايران وبعدين هرجع برضو عندي تعليق على منتخب انجلترا في فيديو مهم جدا. الهدف بتاع جريليش اللي هو الهدف السادس، لو استعرضنا الفيديو ليه سر، احنا جايبين سر الاحتفال بالهدف ده، ان في طفل، الطفل ده مصاب بحاجه اسمها سيريبرال بولسي، يعني اللي هو الشلل الدماغي، يعني حاجه مرض في المخ يعني. فهو راح له قبل المباراه من ضمن اللعيبه، راح له قال له ايه، انا عايزك تحتفل باحتفال الدوده. فقال له انا مش هقدر احتفل احتفال الدوده وكده. فقال ممكن قبل ما تكمل شرح خلينا نشوف الفيديو علشان الجمهور يبقى شايف احنا بنعمل ايه، نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل. حاجه انسانيه حلوه جدا لمثل هذا الحاجات بتلعب كرة القدم. بصراحة حاجة إنسانية عظيمة، ومنتخب إنجلترا بصراحة أنا برشحه إن هو يوصل. أنا واحد من الناس اللي هي كمل بقى بقية القصة بتاع جريليتش. جريليتش هو راح له وهو قال له إن أنا عايز أعمل الاحتفال الدودة، فقال له لا أنا مش عارف أعمل الاحتفال ده، قال له طب حاول تعمل، عمل له الرقصة دي. فلما جه احتفل، لما نزل النهاردة وسجل عمل له الاحتفال ده في أهداف، فكل الصحف الإنجليزية بتتكلم بقى على الاحتفال، ودي القيم الإنسانية اللي احنا بنستمدها من كرة القدم. يعني
لو بصينا برضو على الاهداف يا كابتن اسلام، منتخب انجلترا متكامل، عندهم سرعه تحول من الدفاع للهجوم، عندهم كمان الضربات الثابته، الضربات الركنيه من 2018 بيلعبوها بشكل كويس، يعني من 2018 بيجيبوا جوان من ضربات ثابته. الجون الاولاني النهارده جون ممتاز جدا، بلينجهام ده هي طريقه اللعب 4-2-3-1، بلينجهام ده اللي بيحولها ل 4-1-4-1 بالزياده جنب ماسون ماونت وساكا وستورلينج على الاطراف في منتهى السرعه، وهاري كين قدام. هاري كين النهارده قام بدور صناعه الالعاب، هو اللي بيعمل الاسيستات، عامل 2 اسيست، عامل 2 اسيست، عامل 2 اسيست وعامل جيم كويس جدا يعني صراحه. طيب ايران على الجانب الاخر، كلنا قبل المباراه قلنا ان كارلوس كيروش هيعمل مباراه كويسه امام المنتخب الانجليزي. ما ينفعش تلعب قدام منتخب انجلترا وانت ترجع لورا بالشكل الغريب ده وتحاول على قد ما تقدر انك تلعب على سرعات. انت في منتخب مصر لما كارلوس كيروش كان بيلعب بالطريقه دي كان عنده سرعات وهو وجود محمد صلاح. انت عندك الناحيه الثانيه مهدي طارمي لاعب بورتو المهاجم اللي سجل النهارده هدفين منهم هدف ضربه جزاء. مهدي طارمي مش سريع ولاعيبه ايران مش سريعه، هو بيعتمد اصلا على الوينجين محرمي ومحمدي الباك اليمين والشمال، وده اللي خلاه النهارده قدام منتخب انجلترا يكون عاجز ان هو حتى يطلع بالكره لقدام. احنا شفنا النهارده منتخب انجلترا من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني انا احمد كلامه كله محترم جدا. في برضه يعني عايز اضيف على ديكلان رايس، ديكلان رايس لاعب رقم 4 لاعب وست هام، انا بظن انه السنه الجايه مش هيكون موجود في وست هام، هم خلاص قدروا يحافظوا عليه اخر موسمين بشكل كبير جدا، اعتقد ان خلاص تشيلسي او مانشستر سيتي ممكن تخلص فيه خلال الموسم القادم، هينتهي عقده شهر 6 2024. بلينجهام برضه اظن هو مش هيكمل مع بروسيا دورتموند، لعيب سعره هيوصل ل 100 مليون يورو، السيتي داخل فيه بشكل كبير جدا، هو الاوضح بالنسبه للعالم كله ان مانشستر سيتي بيفضل بلينجهام خلال الفتره الجايه يكون موجود مع رودري، موجود مع لعيبه وسط الملعب. ريال مدريد ممكن تفكر كمان انه تجيبه مع تشاوميني واللعيبه الصغيرين في السن اللي بيخشوا وسط ملعب ريال مدريد. منتخب انجلترا انا بشوف ان هو ممكن يكون منافس مباشر على كاس العالم العام الحالي، خاصه ان هو منتخب متكون من سنوات، منتخب مدين الثقه بشكل كبير جدا لجاريث ساوث جيت المدير الفني. جاريث ساوث جيت يعني وصل لفاينل اليورو، خسر بركلات الترجيح، وصل لنصف نهائي كاس العالم 2018، الموسم ده المفترض ان هو يحقق لقب كاس العالم. في انتقادات كبيره جدا بتحصل في انجلترا، ساوث جيت معاه عدد كبير جدا من اللعيبه، معاه لعيبه مميزه، معاه دكه النهارده نازل جريليش، راشفورد، في الفودن، نازل عدد كبير جدا من اللعيبه تقدر تغير اصلا من شكل الاداء. هاري كين بيقدر يلعب بخبراته بشكل كبير جدا معاه في الفريق، هاري كين النهارده وصل ستيرلينج اكتر من 3 كرات على المرمى ويمكن ما سجلش، كان ممكن هاري كين يخلص المباراه يعني عامل 5 اسيست مثلا او حاجه. ماجواير اللي الناس ممكن تكون بتتريق عليه بشكل كبير جدا طوال الموسم مع مانشستر يونايتد، ممكن ايه ده مصر كل العالم اكيد النهارده حتى حفيظ ده راجل معلق كان بيتريق عليه، ولكن يعني النهارده قدم مباراه كبيره جدا، حتى منها الكره الراسيه كانت في العارضه دي كانت اللي هي الحذر قبل ما يسجل الهدف. يمكن بشوف كمان ان ايران توترت بشكل كبير جدا بعد اصابه الحارس علي رضا يمكن في الدقيقه العاشره، وان هو حاول يعني يجي على نفسه. يمكن كيروش الناس بتتكلم عليه ان هو مش محظوظ في حراسه المرمى، يمكن كان واخد قرار قبل ما يسافر انه ياخد 4 حراس، ده حصلت معاه في امم افريقيا وشفنا الشناوي وابو جبل وصبحي كله لعب، يعني كيروش دايما مش محظوظ في الحته دي. النهارده كان متاثر بشكل كبير جدا بعد اصابه الحارس، حتى كمان حصلت هزه بشكل كبير جدا في خط الدفاع. صحيح. خرج بعد المباراه قال لك انا بستعد خلاص لويلز، اعتقد ان انجلترا المباراه الجايه قدام امريكا مش هتكون سهله، ولكن انجلترا هتقدر انها تفوز. الناحيه الثانيه ويلز وايران، اعتقد المباراه هتروح لايران بشكل كبير جدا، هو عاوز يفوز، عاوز عنده الرغبه بشكل كبير. النهارده ويلز يمكن كانت هي الطرف الاقل من المنتخب الامريكي، المنتخب الامريكي كان عنده الرغبه ان هو يحقق الفوز بشكل كبير جدا من اول دقيقه من المباراه، يمكن المباراه في الجوله الثانيه هتقدر تحسم لنا بشكل كبير جدا. طيب رجل هذه المباراه كان ساكا. ساكا طبعا واحد من اللعيبه النجوم الارسنال، واحد من اللعيبه الممتازه جدا اللي مقدمين يعني موسم كويس جدا مع الارسنال ومقدم اهداف كويسه. لو استعرضنا الاهداف اللي هو جابها او الهدف الاول او الثاني او الثالث، معناها تحليل بالفني كده بالفيديو، هنبص نلاقي بص عدد التمريرات اللي عملوها مثلا في الهدف السادس او الهدف الاول ممتازين جدا بصراحه في التحولات بتاعتهم وفي الاستحواذ. انجلترا الشوط الاول استحواذها وصل الهدف الاول طبعا معنا 3 دي يعني عشان الحقوق طبعا. اتفضل. ده ماونت وستورلينج عاملين جبهه ثلاثيه ناحيه ده طبعا الاستلام ما بين الخطوط، ماونت وبلينجهام بيستلموا بينزلوا يستلموا بين الخطوط، وده الكلام اللي بتكلم عليه ان ديكلان رايس هو اللي بيستنى وبلينجهام بيكمل معاهم هنا بوكس تو بوكس، ولوك شو هو اللي ستورلينج عمل لوك شو عمل له الاوفرلاب وبيعمل العرضيه، بيلينجهام بيجري في المساحه الفاضيه اللي خلاص جاي من ورا القادمون من الخلف بتتلعب له، بيعملها براسه هايله هايله. واحده من الاهداف الجميله بصراحه النهارده هدف انجلترا الاول في شباك ايران. نجيبها صور برضو
التحرك برده في المساحه الفاضيه ده شيء رائع. كام على هنا صور نفس الشكل اهو، بص ماسون ماونت برده ده ده كان 3 دي، ودي بالصور ماسون ماونت وشو اتلعبت له برده في المساحه ما بين الخطوط، عملوا الجبهه الثلاثيه هنا اهم، وبرده ده بيلينجهام جاي من ورا مش متراقب، وبص اللعيب الارتكاز سايبه خالص محمدي، محمدي اه سايبه وما رجعش معاه، هنا برضو لوك شو بيرفع وبيلينجهام جاي فاضي. لا بص كام واحد موجودين جوه سيبك من لوك شو، دي كانت مشكله حتى في الاول 1 2 3 4 5 5 موجودين في ال 18 وفي الشوط الثاني برضو في هدف راشفورد كان في المشكله دي، هم واقفين كتير جدا ولكن متباعدين تماما عن بعض. لا انا كمان بتكلم على الناحيه الهجوميه، ان انت يبقى واحد بيرفع ومعاه خمسه، يعني 6 لاعبين من ال 11 اللي موجودين، مش واحد واخد تمركز حارس المرمى. لا انا بتكلم على انجلترا هنا في الجون المهاجمين يعني. يعني بص لا هات الصوره اللي فاتت يا سمير، 2 4 5 دول جوه ال 18، واحد بيرفع عادي 6 بالظبط، ويبقى 4 بس اللي واقفين ورا، انت فاهم؟ كله زي ده كابتن، ما عدا ديكلر رايس بس هو اللي واقف ورا مع ماجواير ومع ستونز، وهم صحيح الباقي كله في حاله الهجوم طبعا. الهدف السادس برضو للمنتخب الانجليزي كان 35 تمريره يعني، ومن الاهداف الرائعه الحقيقه للمنتخب الانجليزي. طبعا دي الاحصائيه قدامنا على الشاشه، موقع اوبتا منزل ان هي 35 تمريره في البيلد اب، وال 36 كانت الكره الجول، ده عدد التمريرات، ده بيدل ما حصلش من سنه 66 بيدل على الاستحواذ، وبيدل استحواذهم في الشوط الاول وصل 82%. انا اول مره اشوف احصائيه استحواذ 82% دي، كان جوارديولا بيعملها. دلوقتي 82% دي يعني ايران اصلا ما لمستش الكوره. مظبوط 82% رقم كبير جدا، يعني ممكن نجيب حتى ارقام المباراه كده نشوف، هنلاقي تقريبا هم عملوا 700 وحاجه تمريره مقابل 200 تقريبا. 700 وحاجه دي برضه رقم كبير جدا. 700 يعني وحاجه رقم كبير جدا. 700 وحاجه تمريره يعني، ده هات لنا الاحصائيات. كان ظهر كابتن بشكل كبير جدا لبعض النهارده، كانوا كمان التحركات اللي في الاجناب بالنسبه لانجلترا خطيره جدا، هم عندهم جناحين مميزين وعندهم باكين مميزين، باك اليمين كيليان تريبير نجم نيوكاسل الفتره اللي فاتت، كان طبعا بيلعب في توتنهام وفي اتلتيكو مدريد، يمكن كان مستواه قل بشكل كبير جدا، ولكن مع نيوكاسل بصراحه ظهر بشكل مميز قوي السنه دي. الناحيه الثانيه لوك شو يعني ما بنشوفوش هو ماجواير غير مع انجلترا مش مع مانشستر يونايتد بصراحه. كمان في خط الهجوم لما تلاقي ماونت بيسند مع ستيرلينج بشكل كبير جدا، تبص برده تلاقي لعيب زي بلينجهام بيدخل لعمق الهجوم بشكل كبير جدا مع هاري كين، هاري كين اللي بينزل لتحت بيفضي كل مساحه ال 18 بالنسبه للمنتخب الانجليزي عشان يقدروا كل اللي جاي من الخلف يقدر ان هو يوصل للمرمى بشكل سريع. 843 مش 700 وشويه، ده 768 صحيحه. يا نهار ابيض، يعني 843 تمريره، 843 تمريره منهم 768 صح بنسبه دقه 61% مقابل كام؟ 91% مقابل كام هناك بقى؟ 260 تمريره منهم 184 تمريره صح. وكان الغريب تصريح كيروش بعد المباراه، قال لك انا اتعلمت من المباراه بس كان ليا ضربه جزاء. كلنا الحقيقه اتعلمنا من المباراه. عموما كانت مباراه مهمه وكانت مباراه ممتعه الحقيقه بالنسبه للي بيتفرج على هذه المباراه، لانها 8 اهداف في النهايه، ان انت تشوف 8 اهداف اعتقد كان شيء رائع. خلينا نروح للمباراه الثانيه، مباراه هولندا والسنغال. الافارقه كلهم كانوا متوقعين برضو اداء افضل من كده للسنغال. المباراه كانت فضلت في الدقيقه 83 0-0، والسنغال هي اللي بتوصل للجول بغض النظر عن النتيجه، ولكن الاداء يا كابتن للسنغال الاداء افضل، والاداء افضل من هولندا وظهروا بشكل كويس جدا، ولكن السنغال هيبقى في كاس العالم ده هيبقى عندها عائق كبير جدا، وهو غياب ساديو ماني. ساديو ماني غايب عن الخط الهجومي للسنغال للدرجه دي جدا، يعني ما فيش فاعليه هجوميه. النهارده كانوا بيحاولوا عن طريق اسماعيل صار لاعب واتفورد الانجليزي، هو الجناح اللي كان بيقدر ان هو يزيد، يمكن زاد من عنده او اتعمل من عنده 17 انطلاقه و17 هجمه. الناحيه الثانيه كان طبعا موجود برده بولايديا المهاجم، يمكن كان بيحاول وكان بيسدد على المرمى للمنتخب الهولندي عن طريق طبعا نيبيرت، ولكن يعني بيرت صد صدتين من منتخب السنغال، ولكن انا بقول بس للناس ان هو منتخب هولندا برده حارس المرمى عنده مش افضل حاجه. النهارده منتخب هولندا برده كان افضل ما فيه الصبر، يعني الصبر على منتخب السنغال، ساب منتخب السنغال يضغط بشكل كبير جدا. كان في مشكله واضحه في الشوط الاول عند منتخب هولندا في حته خروج الكره من وسط الملعب، على الرغم من وجود لعيب طبعا زي دومفريس لاعب انتر ميلان او حتى فرانك ديونج لاعب برشلونه، بس كان عندهم مشكله كبيره جدا في خروج الكره للخط الهجومي. ولكن في الشوط الثاني لما ابتدت منتخب هولندا يظهر بشكل كبير جدا في الخط الامامي، وطبعا استغلال بقى الهفوات يا كابتن اللي بتحصل بشكل كبير جدا عند ادوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الانجليزي وحارس مرمى السنغال في الدقيقه 83، كوره يعني بالعرض تتخطف منه بشكل يعني سريع جدا. في برضه في نهايه المباراه في ظل السنغال بتحاول انها تتعادل في اللقاء،
تسديده ضعيفه جدا من ممفيس ديباي لاعب برشلونه بتترد منه عشان يحطها كلانسن في الجول. فيعني السنغال انا بشوفها خسرت بتفاصيل صغيره جدا. النهارده عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان يعني نامبلس ميندي لاعب اللي هو لاعب وسط الملعب لاعب ليستر سيتي مستلم 101 كوره، ده عدد كبير جدا من التمرينات، عم بيقدروا ان هم يزرعوا بعض بشكل كويس جدا. ولكن سيسيه طبعا المدير الفني للسنغال لازم ان هو يحل الحته بتاعت الازمه الهجوميه بالنسبه له بالنسبه لساديو ماني، لان ما عندوش الحته اللي تخليه ان هو ينافس بالفعل او يبقى عنده فعاليه هجوميه زياده زي ما كان هيبقى موجود ساديو ماني واسماعيل صار كانوا بيعملوا عمق هجوم. اهداف المباراه يا احمد، اولا المباراه هي بعنوان ادوارد مندي خلص على على السنغال. يعني ادوارد مندي مفروض انت افضل حارس في العالم، والسنه اللي فاتت واخد احسن حارس في العالم، ما ينفعش يخلط الاخطاء الكارثيه دي. هو بقى يعني فتره مهزوم بعد مباراه مصر والسنغال، وبعد مباراه مصر والسنغال يعني بصراحه ادوارد مندي مفروض هو اللي يشيل. يعني انت في الجون الاولاني لو شفنا الجون الاولاني لو استعرضناه انا ما اعرفش هو طالع بيعمل ايه. يعني انت لو طالع في حاجه زي كده لازم تاخدها بالبوكس يا اما هتمسكها. واولا هو فرانك ديونج طبعا واحد من اللعيبه، هو ما قدمش مباراه كبيره قوي، ولكن هو في الشوط الثاني فاق شويه، ودي ميزه لعيب زي ديونج ان هو بيعمل لك التمريره العابره اللي بتكسر الثلاث خطوط بتاعه فرقه السنغال. بص هنا مندي طالع غلط، طالع غلط خالص، كان مفروض يا اما انا اطلع من هنا ابقى واثق ان انا هعمل بالبوكس. ارجع تاني للصوره الاولانيه اللي هي الهدف الاول، مفروض اطلع اخد البوكس، لكن انا ما اطلعش واسيبها كده، خاصه مع المستويات دي مع منتخب هولندا في الدقيقه 84. جون زي ده ضيع مجهود فرقه السنغال والمجهود المحترم، انا شايفهم بذلوا مجهود محترم، ما كنتش متوقع ان هم هيبذلوا او هيعملوا مجهود زي ده في غياب ساديو ماني. ساديو ماني واحد من اللعيبه فارق معاهم كتير، ولكن هم قدموا اداء ما تحسش ان دي هولندا، يعني ده الثامن على العالم وده ال 18 على العالم. لا، السنغال كانت ماسكه كوره، كان ند لند، كانت ممكن النتيجه اقرب ان هي تروح 0-0 على فكره. السنغال كان ليها محاولات اكتر على المرمى. برضو الجون الثاني هنا ما اعرفش هو ماسك الكوره، الكوره سهله جدا ماسكها، مش ده افضل حارس في العالم خالص. يعني ان ده يبقى كده بالشكل ده، الكوره تقع من ايده وتتابع بالشكل ده والكوره سهله، هي ممكن تكون باد لك لحارس السنغال النهارده. ولكن دايما اللعيبه الكبيره هي اللي بتظهر في الماتشات الكبيره، فمفروض كان غياب ساديو ماني كان مندي عوضه. يمكن تشكيله السنغال كانت بال 4-3-3، ادوارد مندي في حراسه المرمى، ابو سيسيه وخليد وكولوبالي قدامنا التشكيله على الشاشه، عبده ديال ويوسف سبالي ناحيه اليمين، ادريسا جايي ومندي وشيخو كوياتي. على فكره شيخو كوياتي فرق خروجه مع جداً السنغال جداً. جدا ليه؟ خاصه مع نزول ديباي، هو كوياتي اتصاب بالظبط، لما اتصاب اصابته فرقت كتير جدا، لان هو كان ماسك وسط الملعب بشكل ممتاز، كان مدي حريه لادريسا جاي جانا انه يزيد بشكل كبير. مع نزول ديباي في فرقه هولندا ديباي قدر يستغل العمق الهجومي بشكل كويس، فقدر يعني ده ظروف ماتش. اولا سوء حاله ادوارد مندي، اصابه شيخو كوياتي، نزول ممفيس ديباي، كل دي نقط كانت نقطه التحول لفوز هولندا على السنغال. اللي قدام زي ما جيم اتكلم على اسماعيل صار طبعا عمل ماتش كويس، دي كمان دي ودياتا كريبن دياتا وديا قدام، لكن انت بتتكلم ان الثلاثه اللي قدام تحس ان السنغال عندها مشكله من ساعه التصفيات في عدد الاهداف بتاعها قليل، ما بيجيبوش اجوان كتير، فريق مرعب بس تلاقي بيكسبوا 1-0 1-1، حتى لما كسبونا بركلات الترجيح في الماتشين، مش كسبنا مثلا 2-0 مش 3-0 لا. فهم عندهم مشكله في الحته اللي قدام دي، ما بيجيبوش اجوان كتير، ولكن هم بصراحه عندهم وسط ملعب ممتاز ممتاز، الثلاثه اللي في وسط الملعب انا شايف ان هم لسه عندهم فرصه. يعني السنغال رغم كل ده انت عادي ما تخسر من هولندا، طبيعي ان انت هتخسر من هولندا. الماتش الجاي هو اللي هيبين السنغال اذا كانت ممكن تقدر تكمل في المونديال ولا هتخرج. بس في ملحوظه ان المنتخبات الاسيويه كلها مستواها سيء سيء على عكس المنتخبات الافريقيه. المنتخبات الافريقيه ان شاء الله انا اتوقع ان هي هتقدم، انا متوقع المغرب برضه هتقدم بشكل كويس، تونس عندها ماتشات صعبه بس برضه مش هتبان بالشكل بتاع المنتخبات الاسيويه. طيب لو رحنا لارقام كودي كاجو لاعب منتخب هولندا. طبعا كابتن هو مميز جدا النهارده، يمكن من اوائل مبارياته، حاول على المرمى النهارده اكتر من مرتين او ثلاثه، واخد اعلى تقييم كمان في المباراه. يمكن هو النهارده ظهوره في اللقاء ظهر بشكل كويس وقادر ان هو يلعب بشكل محترم، وكمان يا كابتن كان بيقدر يعمل همزه الوصل ما بين وسط الملعب وما بين خط الهجوم. كان قادر حتى يوصل الكره ليانسن بشكل سريع جدا، كان بيقدر ان هو يعمل عمليات الربط دي. ووجوده يا كابتن في الدقيقه 83 دخوله من رقم 10 لحد منطقه الجزاء بالنسبه لادوارد ميندي ويخطف الكره بالشكل السريع ده ويسجل
سجل هدف. اعتقد ان هو جاب اغلى ثلاث نقاط لمنتخب هولندا، لان منتخب هولندا برده مش المنتخب اللي ممكن مرعب زي منتخب انجلترا، مش المنتخبات مش اللي نقول عليه ان هو ممكن يفوز بكاس العالم، لكن ممكن يتسحب واحده واحده ممكن، بس برده في طريقه ممكن يخبط في انجلترا، ممكن يحصل مشكلته في خط هجومه، مشكلته في خط هجومه، يمكن هجومه ايندهوفن واياكس يمكن لسه مش المنتخب اللي مرعب. ديباي برده ما بيلعبش برشلونه، فبيبقى بينزل كدكه بدلاء، مش بيلعب بالشكل الاساسي. لو تبص على يانسن حتى او كلانسن اللي نزل في الشوط الثاني، هو الترمومتر الاداء بالنسبه لهم فرانك ديونج هو الترمومتر، لكن شاكبو يمكن من اللعيبه اللي هتظهر في المونديال ده، من اللعيبه هتظهر بشكل كويس. برده كابتن الباك الشمال بالنسبه لهم بلينت بيظهر بشكل كويس قوي، بيعملوا حاجه انا بشوفها يمكن بقت في العالم دلوقتي بترجع تاني اللي كنت حضراتكم بتلعبوا بيها، وهي الثلاثه اللي في خط الظهر، الثلاثه اللي نقول عليهم فلات كده يفتحوا الملعب بشكل كبير. النهارده عاملينها باكي وفيرجيل فان دايك وكمان ماتياس دي ليخت، وبيفتحوا الملعب بشكل كويس عشان يدوا الحريه للظهيرين، الظهير الايمن والظهير الايسر. يمكن خطورتهم بتبقى عن طريق جاكبو وطبعا والباك ليفت اللي هو بلينت عشان يلعبوا بشكل سريع جدا، وفرانك ديونج بيميل سواء ناحيه الشمال او ناحيه اليمين عشان يقدر يلعب العرضيات. امريكا وويلز برضو في هذه المباراه لما جينا نتفرج عليها، اتفرجنا على الشوط الاولاني وبعد كده، لكن المباراه حلوه ممتعه للي قاعد بيتفرج عليها. هي مباراه شوط وشوط، هي التعادل نتيجه عادله. يعني يمكن امريكا سيطرت على الشوط الاول، كلنا قلنا ان امريكا هتكسب بعد ما شفنا الاداء بتاع امريكا في الشوط الاول، كان قدموا اداء كويس، سرعات برضو. الميزه عندهم يا جماعه في معدل الاعمار صغير جدا. امريكا عندها يمكن اللي سجل الهدف بالمناسبه ابن جورج وايا، ابن الاسطوره جورج وايا، وهو اللي سجل الهدف. وايا اللي هو لو جبنا الجون الاولاني بتاع امريكا معانا حتى هنلاقي ان هو ابن الاسطوره. طبعا هو ده ابن الاسطوره جورج وايا اللي قدامنا على الشاشه، هو جورج وايا طبعا اسطوره ليبيريا ورئيس دوله ليبيريا حاليا، وحصل على الكره الذهبيه سنه 95. الجون بنوضح بص معدل الاعمار وبرده التحول السريع من الدفاع للهجوم. هنا الكره في وسط الملعب من خلال اربع او خمس تمريرات قدروا ان هم يتحولوا من خلال بوليسيتش نجم تشيلسي. الكره اهي اتلعبت، بص بوليسيتش كسر طبعا دفاع ويلز بشكل ممتاز. نكمل هنبص نلاقي القطعه اللي قطعها وايا، وقطع في المساحه في الهاف سبيس ما بين المساك والباك بطريقه ممتازه، هي اللي قدر نفس حركه تريزيجيه في ماتش بلجيكا صحيح، لما محمد صلاح لعبها له نفس الطريقه بالظبط، دي التحرك الكتري ما بين المساك والباك، قدر بوليسيتش يعمل الاسيست، وقدر وايا يتحرك ما بين المساك جورج وايا ما فيش مشكله يعني قدر يتحرك ما بين المساك والباك ويسجل الهدف ده. كان كلنا قلنا ان امريكا هتكسب، لما شفنا الشوط الثاني لقينا لا، ده ويلز نزلت هي اللي مسيطره وامريكا تراجعت، قدرت ان هم الشوط الثاني يرجعوا، ورجعوا بنتيجه 1-1. يعني محمد ويلز يا كابتن برضو يعني من الفرق اللي عندها خبرات، عندها جاريس بيل، عندها رامسي، عندها وارد دلوقتي متالق في ليستر سيتي كحارس مرمى. لو تبص برضو امريكا يعني برضو عايز اقول حاجه على وايا يمكن كان عنده ثلاث منتخبات يختار ما بينهم، كان عنده ليبيريا، كان عنده امريكا، كان عنده فرنسا. هو من ناشئين باريس سان جيرمان، ظهر بشكل كويس جدا في الاعمار طبعا السنيه، وهو مش يعني الناس بتقول ممكن الواسطه، لكن هو مش واسطه، هو لعيب كويس، هو لعيب عنده امكانيات، لعيب وصل لمنتخب امريكا للفريق الاول فيرست تيم في المنتخب، هيظهر بشكل كويس طول البطوله. كمان يا كابتن فرقه امريكا مش بس عندهم بوليسيتش وعندهم لعيب زي واي، لا عندهم لعيبه ثانيه بتلعب في الدوري الانجليزي، عندهم من ليدز، عندهم من فولهام، عايزين يا كابتن ياسسوا، عايزين يبقى عندهم لعيبه تقدر انها تكون منتخب ونوايا المنتخب كبير جدا خلال الفتره الجايه، خاصه ان هم 2026 هيستضيفوا كاس العالم، فهم عاوزين يبقوا في الفتره الجايه منتخب على الاقل يقدر ان هو يوصل لادوار متقدمه عن الفترات اللي فاتت. بالنسبه لويلز، ويلز نزلت الشوط الثاني بسيطره، قادره انها تسجل هدف عن طريق طبعا اللاعبين الخبرات، والنهارده جاريس بيل بيسجل وبياخد افضل لعيب في المباراه. جاريس بيل يمكن ده اول هدف ليه في كاس العالم، يمكن الفتره اللي فاتت مر بظروف كانت صعبه بعد رحيله طبعا بقى من ريال مدريد، ورحيله بقى خلاص للدوري الامريكي في لوس انجلوس، والنهارده لوس انجلوس حتى كان بيحتفل بهدف جاريس بيل في مرمى منتخب امريكا. فبشوف ان المجموعه دي ويلز وامريكا وانك تدخل مع ايران وانجلترا، لا انا بشوف ان ممكن هتفضل لحد الفتره الاخيره بين الثلاثه هيفضلوا يتنافسوا مع المنتخب الانجليزي. طيب قبل ما نتكلم عن مباريات بكرة، خلينا نطلع نشوف تقرير عن مونديال قطر بنكهة عربية وأيضا قيم مالية كبيرة جدا. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. المنتخب الإنجليزي أعلى قيمة مالية في كل المنتخبات اللي أمام حضراتكم اللي بيلعبوا في كأس العالم. وصلت قيمة المنتخب الإنجليزي لحوالي مليار وستة وعشرين من عشرة مليون يورو، حاجة كبيرة جدا، بعديه المنتخب البرازيلي بمليار و13 من 100 مليار يورو. أيضا يعد
منتخب المغربي الأغلى ما بين المنتخبات العربية الشقيقة المشاركة في مونديال قطر ب 251 مليون و 60 من 6.10 مليون يورو، ويأتي خلفه المنتخب التونسي ب 65 مليون يورو. دي أهم القيم المالية الكبيرة جدا اللي موجودة في هذا المونديال. خلونا أيضا نستعرض مباريات بكرة إن شاء الله، مباراة الأرجنتين والسعودية، هذه المباراة التي ستقام في تمام الساعة 12. أيضا الدنمارك وتونس، المباراة هتقام في تمام الساعة 3. المكسيك وبولندا وتقام في تمام الساعة 6. ثم آخر اليوم وسهرة غدا إن شاء الله فرنسا واستراليا، هذه المباراة ستقام في تمام الساعة 9. الأرجنتين والسعودية والتشكيل المتوقع لكل واحد من الأرجنتين والسعودية. كابتن هيبقى ماتش مهم جدا، ماتش نعم. يمكن الناس يعني بتشبهه شوية بمباريات السعودية في كأس العالم قدام الفرق الكبيرة زي ألمانيا في 2002، فإحنا بنتمنى إن شاء الله إن السعودية بكرة تقدر إنها تفوز أو تقدر إنها تحقق نتيجة إيجابية. لو الفوز أكيد طبعا صعب على منافس مباشر على كأس العالم حقيقي. آخر بطولة ليونيل ميسي طبعا وعاوز يتوج باللقب. يمكن التشكيل المتوقع بكرة للسعودية قبل ما نقوله، هيرفي رينار كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي إن هو عاوز يحقق نتائج ايجابيه مع منتخب السعوديه، شايف ان هو استعد بشكل كويس للبطوله، قدر ان هو يلعب مباراته الوديه، كسب ايسلندا 1-0، كان اتعادل مع بنما 1-1، وكان خسر من كرواتيا 1-0 قبل المونديال مباشره. يمكن تشكيله السعوديه ما فيهاش المحترفين، هي تشكيله ما بين النصر وما بين الهلال طبعا اللي متسيد التشكيل الاساسي، وما بين كمان لعيبه نادي الشباب السعودي. يمكن التشكيل بكره هيكون في حراسه المرمى محمد العويس، في خط الظهر هيكون ياسر الشهراني وعلي البليهي عبد الاله العمري وسعود عبد الحميد، خط الوسط هيكون عبد الاله المالكي وسامي النجعي وسلمان الفرج طبعا قائد المنتخب، وفي الخط الامامي صالح طبعا الشهري وسالم الدوسري وبهبري. يمكن ابرز اللعيب اللي نقدر نقول عليه هو سلمان الفرج وسالم الدوسري، ولكن المنتخب الارجنتيني على الناحيه الثانيه هتلاقي لعيبه حدث ولا حرج، هتلاقي ايميليانو مارتينيز حارس استون فيلا، هتلاقي ليونيل ميسي، هتلاقي لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، هتلاقي انخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الايطالي، هتلاقي باريديس لاعب برده يوفنتوس، هتلاقي عدد كبير جدا من اللعيبه. عندك كمان على دكه البدلاء جوليان الفاريز مهاجم مانشستر سيتي واللي بينافس ايرلينج هالاند على التواجد في التشكيل الاساسي في مانشستر سيتي مع جوارديولا، فعندك لعيبه بشكل كبير جدا. حتى في خط الظهر هتلاقي موجود اوتاميندي، هتلاقي موجود اليساندرو مارتينيز المتالق مع مانشستر يونايتد، فعند منتخب الارجنتين مع سكالوني لعيبه كويسه. وكمان يا كابتن عنده حاجه كويسه جدا، بيقدر يلعب 4-4-2، بيقدر 4-2-3-1، بيقدر كمان يقلب الطريقه لثلاثه ورا، بيحط روميلو لاعب في خط الدفاع مع اوتاميندي ومع لعيبه كمان زي كونيا لاعب شبيلية، عنده عناصر مهمه. ولكن المنتخب السعودي عشان يقدر ان هو بكره يحقق نتيجه ايجابيه، انا من الناس اللي باثق في رينار، بشوف رينار من المدربين المميزين جدا، ولكن عشان تلعب قدام منتخب زي الارجنتين ما تبصش بس على ليونيل ميسي، بص على الفريق ككل، لان الفريق بطل كوبا امريكا، قدر في كوبا امريكا ان ميسي ما يسجلش في الفاينل، كان اللي مسجل انخيل دي ماريا، فانت عندك دي ماريا وعندك مارتينيز، لازم تقفل وتقرب خطوطك بشكل كبير جدا قدام الارجنتين، تحاول على قد ما تقدر تخلص الشوط الاول بنتيجه ممكن تبقى على الاقل سلبيه عشان تقدر تنافس مع المنتخب الارجنتيني طوال المباراه. منتخب الارجنتيني، منتخب الارجنتيني انا شايفه واحد من المنتخبات المرشحه ان هي توصل بعيدا، يعني شايف الارجنتين، البرتغال، انجلترا، البرازيل، دول اقوى اربع فرق في يعني جايين. فرنسا عندها اصابات كتير اثرت عليها بصراحه فممكن تخليها، لكن الارجنتين الله يكون في عون منتخب السعوديه بكره بصراحه، ربنا يعني حاولوا بس. هم بيلعبوا هيرفي رينار بيلعب بال 4-4-2، اتفرجت عليهم في الوديه الاخيره بيلعبوا ال 4-4-2 بيقفل، شفته احيانا بيعمل ضغط عالي، كانوا بيلعبوا كرواتيا، كرواتيا كانت بتلعب بالصف الثاني وبعد كده بدا ينزل مودريتش وراكيتيتش اللي هو الفريق الثاني يعني البديل. فالسعوديه تحاول بكره ان هي على قد ما تقدر، انا شايف ان يعني يقللوا النتيجه، يعني ان هي النتيجه نصحى على الساعه 2 نشوف النتيجه وخلاص. عموما مباراه مهمه جدا، مباراه المنتخب الارجنتيني والمنتخب السعودي. خلينا ننتقل للمباراه الثانيه اللي هتقام في تمام الساعه 3، الدنمارك وتونس. قبل ما نبدا الدنمارك وتونس، لانها مباراه بالنسبه لنا كاهلاويه كمان تهمنا جدا، نطلع نشوف انفوجراف عن المدير الفني للمنتخب الدنماركي ونرجع نكمل. طيب محمد، قول لي برضو الدنمارك من وجهه نظرك هذا المنتخب القوي جدا. منتخب قوي يا كابتن، عنده عناصر مميزه، الناس دايما بتقول انه ممكن يكون الحصان الاسود، عنده لو نتكلم في كل خط عنده لعيب مميز، يعني هتبص في حراسه المرمى هتلاقي كازبر شمايكل طبعا لعيب يمكن هو اسطوري دلوقتي موجود زي والده في الدنمارك، هتلاقي في خط الظهر هتلاقي كريستنسن اللي دلوقتي انتقل من تشيلسي لبرشلونه، هتبص في وسط الملعب هتلاقي اريكسن نجم مانشستر طبعا يونايتد، واللي كمان حتى قبل نهايه المسابقه الدوري الانجليزي وقبل توقفها كان مسجل مع المان يونايتد، كان طبعا
طبعا تعرض قبل كده لازمه قلبيه ولكن رجع وقدر يظهر بشكل كويس. عندهم كمان سيمون مدافع اي سي ميلان اي سيمون كير، عنده برده في مركز راس الحربه عنده اولسن لاعب كلوب بروج البلجيكي، لا لعيبه مميزه تقدر انها تتعب طبعا المنتخب التونسي. لازم المنتخب التونسي يظهر بشكل كويس جدا قدام منتخب الدنمارك، لان الدنمارك هي راحه البطوله دي بامال كبيره جدا، عنده مجموعه يقدر يصعد منها، مجموعه يقدر يحقق فيها نتائج بحيث انه يتاهل حتى لدور ال 16 ويقدر يكمل مسيرته. انا بشوف ان يعني من الحصان الاسود اللي ممكن ينافس في البطوله دي هو الدنمارك وصربيا طبعا. طيب قبل برضو ما نتكلم عن المنتخب التونسي مع احمد ثابت، خلينا نطلع نشوف برضو انفوجراف عن المدير الفني للمنتخب التونسي. طيب المنتخب التونسي مع هذا المدرب اللي كان من المفترض ان هو مدرب طوارئ ولكن عمل عقد معهم طويل الاجل. طبعا احنا كلنا بنشجع تونس طبعا عشان الفريق عربي وعشان خاطر علي معلول، فالتحيه تونس من اجل معلول، ولكن بكره بنسبه كبيره علي معلول مش هيبدا المباراه. مش بنسبة كبيرة، هو 100% لن يبدا هذه المباراة. تشكيل تونس بكره ايمن دحمان في حراسة المرمى، يمكن هم بيلعبوا 5-3-2. اوكي. في حراسة المرمى ايمن دحمان، الثلاثة المساكين منتصر الطلبي، ياسين مرياح، ديلان برون، ثلاثة المساكين دراجر باك يمين، علي العبدي باك ليفت، للثلاثة الارتكاز عيسى العيدوني والياس السخيري وانيس بن سلمان. قدام يوسف المساكني وعصام الجبالي. في كلام ان ممكن نعيم السليتي ممكن يخش مكان يوسف المساكني، ولكن الاقرب ان هو هيبقى برضو يعني يوسف المساكني وعصام الجبالي هما الاثنين. عصام الجبالي ده واحد من المهاجمين الممتازين جدا المحترفين في الدوري الدنماركي واللي عاملين شكل كويس. نتمنى بكره تونس ان هي تعمل حاجه باذن الله. قدامنا علي معلول القيمه التسويقيه 1.5 مليون يورو، 32 سنه، عدد المشاركات في كاس العالم لعب. بس احنا بقى هنجيب برضو الارقام بتاعت علي معلول هو بما انه يعني حتى ينزل الشوط الثاني ويعمل اساس هو اللي هيكسب برضه. حاجه برضه يعني في منتخب تونس يمكن غريبه شويه في تفكير جلال القادر طبعا المدير الفني، ان هو عاوز يبدا باللعيبه اللي بتلعب في الدوري الدنماركي بحيث ان هم عارفين الطرق. بس انا عايز اقول ان لعيبه المنتخب الدنماركي ما بتلعبش في الدنمارك، يعني هو عايز يبدا بعاصم الجبالي وعاوز يبدا بانيس بن سليمان. يمكن انيس بن سليمان ده اللعيب ده بيقولوا في تونس انه هيكون مساكن جديد، خاصه ان هو من اللعيبه اللي فضلت منتخب تونس عن تمثيل منتخب الدنمارك، فهو عاوز يلعب بيهم. طبعا بكره مش هنشوف فرجاني ساسي في التشكيل الاساسي، بكره برده مش هنشوف سيف الدين الجزيري في التشكيل الاساسي. علي معلول يمكن هو ما عندوش مشاكل فنيه، ولكن هو علي العبدي بيلعب، ممكن برده نشوف لعيب مدافع اسمه الغندري، نادر الغندري مدافع الافريقي التونسي، ممكن نشوفه في خط الظهر مكان يعني واحد من الثلاثه بعيدا عن براون، يعني ممكن نشوفه مكان الطلبي او مرياح، خاصه ان الغندري يعني داخل في دماغ جلال القدر بشكل كبير جدا بسبب طبعا مباراتي مالي في تصفيات كاس العالم. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للمنتخب التونسي في مباراه بكره. خلينا نتكلم هنا احمد عن مباراه المكسيك وبولندا، وجيمي محمد جمال يتكلم عن فرنسا واستراليا. مباراه المكسيك وبولندا مباراه هي تبقى طبعا هي صراع المركز الثاني في المجموعه ما بين المكسيك وبولندا، المباراه دي هتبقى مهمه جدا لانها اللي هتحدد يعتبر المركز الثاني اللي تحت فرنسا اذا فرنسا تصدرت المجموعه. بولندا بقياده ليفاندوفسكي طبعا والمكسيك بقياده لوزانو، مباراة صعبة على الفرقتين، ويعني اعتقد ان احنا هنشوف مباراة قوية جدا، واحدة من المباريات القوية جدا بكرة اللي هي فيها يعني ما فيهاش بقى طرف اقوى من طرف، لا الفرقتين يعتبروا مستواهم متقارب زي مباراة امريكا النهارده وويلز كده. وويلز. طيب على الجانب الاخر فرنسا واستراليا، دائما ما يكون حامل اللقب في اخر نسخة بيخرج مهدد بالخروج بالدور الاول، مهدد من الخروج بالدور الاول. فرنسا طبعا بتعاني من غيابات، ديدي ديشامب دي اخر بطوله ليه مع فرنسا، زين الدين زيدان خلاص بيجهز ان هو يكون مدير فني منتخب فرنسا. فرنسا بطل كاس عام 2018 عن استحقاقه وعن جدار، ولكن الموسم الفتره الحاليه عنده اصابات، ولكن هل عنده بدائل؟ هو عنده بدائل. انا مش هتكلم بس على الاصابات، كل الناس عارفه ان كيمبيمبي مش هيلعب، كانتي، بوجبا، كريم بنزيما طبعا اخر الملتحقين بالاصابات، عنده نكونو كمان لاعب لايبزيج اللي كان متالق في الدوري الالماني دوري ابطال اوروبا، ولكن عنده لعيبه تقدر. احنا لو بصينا على تشكيله فرنسا هتلاقي لا هتلاقي عنده بافارد في مركز الظهير الايمن، عنده هوجو لوريس في حراسه المرمى، عنده ظهير ايسر لوكاس هرنانديز، عنده في خط الظهر هتلاقي كوناتيه لاعب ليفربول موجود، هتلاقي كمان موجود لعيبه في وسط الملعب، هتلاقي رابيو، هتلاقي لعيب زي طبعا يعني اللعيب طبعا زي ديمبلي، لعيب زي برده جيرو هو اللي هيكون موجود مكان كريم بنزيما، تشاوميني اللي هيكون موجود في وسط الملعب، عنده كامافينجا، لا عنده عناصر تقدر تخليه يفوز على استراليا بكل سهوله. يمكن فرنسا في التصفيات ما كانتش هي افضل حاجه، كانت خسرت حتى من الدنمارك ذهابا وايابا، ولكن منتخب فرنسا مع ديشامب بيعاني دايما من انتقادات، حتى وهو بطل عالم كان بيعاني من انتقادات. هو في مجموعه انا بشوفها متوسطه، مجموعه يقدر يصعد بيها حتى في الغيابات. النهارده ظهرت كده بعض التقارير في الصحافه العالميه ان كريم بنزيما مش اصابه نهائيه، يعني مش ان هو ما يلحقش. بس هو كتب النهارده يعني يعني هو نفسه كتب هو بيحاول خلاص يبعد الموضوع، ولكن
بيحاولوا لحد دلوقتي معاه، ما خرجش. وكمان ديشامب رفض انه يجيب بديل ليه على امل ان ممكن يلحق كاس العالم، ولكن انا بشوف انه صعب. جيرو متالق مع ميلان، مسجل 7 اهداف مع اي سي ميلان الموسم الحالي. جيرو متالق بشكل كبير جدا من ساعه ما خرج من ارسنال وهو متالق مع في الدوري الايطالي. اتمنى الناس تتفرج على البدايه برده، هتبقى مش صعبه ان انت تلعب المنتخب الاسترالي، منتخب قوي وكل حاجه، ولكن في النهايه هو ليس بالمنتخب الاسترالي. كانت ملحق طبعا وكانت صعدت لكاس العالم، ولكن منتخب فرنسا طبعا اقوى بكتير جدا، عنده عناصر في الاجنحه، عنده ديمبلي، عنده لعيبه، جريزمان طبعا ما نقدرش ننساه، لعيبه تقدر تصنع الفارق وتقدر انها تتقال على الاقل من دور المجموعات. عموما ان شاء الله نستمتع بكره باربع مباريات او بدايه الاربع مباريات. انت قلت لسه كان محمد بيقول لغايه يوم 2 ديسمبر هنفضل كل يوم اربع مباريات، ان شاء الله تبقى اربع مباريات نقدر نستمتع بيهم بكره من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 11 بالليل. كل اللي عايز يتفرج بقى على المباريات، ومن بعد الساعه 11 بالليل لغايه 2 3 الصبح تلاقوا البرامج الرياضيه شغاله على اللي من الساعه 12 الظهر للساعه 11 بالليل. فيعني اليوم ان شاء الله بكره يبقى يوم طويل وجميل، ويظل دائما كل ايامكم حلوه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. ايوه انا بشكرك يا دكتور على وجودك معانا احمد ثابت. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي وغدا وحلقه جديده من البيت الكبير.